عسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش، الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. عايزين ايه بالظبط؟ راس فندينا. أدوات مين اللي بعتك ده؟ مين اللي بعتك؟ بس افندينا يا كلب. مين اللي بعتك؟ مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخست حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامه هاتي لي ما ياخد الدواء. شرابيه طورين يا حاج. هاتي لي ميه توضى عشان اصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله يبارك لك يا رب. بالراحه على نفسك سلوسي. اللهفه على اللي في سنك خطر، عايزاك تلم شويه مشاعرك اللي متبعتره دي. هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. انا هعوزك تطلعي انتي ليه يا اختي؟ من قله النسوان اخص. الحق عليا، كنت عايزاكي ترمي العظمتين تظبطي هرموناتك بدل ما الحيزبونه اللي جوه تجيبلك واحده عالزيرو وتقلبلك عداد وتحطلك فطاسفره. عارفه ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انتي ما بتخلفيش. قولي ان شاء الله. انت بنت حلال مشا، وما تصدقيش اي حد يقولك كلمة غير كده، حتى لو كنت انا وفي لحظة غضب. واي مهمة وطنية بعد كده هتمثلنا برا هتكوني على رأس الوفد، سواء داخليا او خارجيا. بس انا زملاتي القدام يشيلوا مني. الآدمية دي سيبناها للحكومة، إنما هنا الكفاءة هي الأهم، وإنتي أثبتت كفاءتك والباشا اعتمد وخدنا الشهادة. مساء الأنوار يا برنس. شلبي أؤمرني. خد دول وظبط الليل. ما تقلقش يا برنس، كله في السليم. شلبي أؤمرني. فكها شوية يا شلبي، ده مش مال حرام. المهم يصب في المصلحة العامة يا برنس. برافو عليك، إنت أمير يا شلبي. تلميذك. Go! I go! بوسي؟ انت مش هتبيني تقربك ولا انا بيتهيألي؟ سلامتك من التهيؤات يا برنس، قربت. طب مش نجهز بسرعة عشان نحافظ على الكفاءة؟ تأمرني يا برنس. بوسي، نصيحة من أخ الأخ. وفري طاقتك الفياضة لساعات العمل الرسمية، وإياكي والاستهلاك المجاني. أمرك يا برنس. من بكرة الصبح اسمك وصورتك راس براس على الواجهة جنب رمانة، وانتي وشطارتك بقى. إفيه، أنا شم ريحة كده مش ولا بد أبدا. هنا في الأوضة ينيلك، أنا مش ناقصة قرفة. بقولك إيه، روحي رشي ولا بخاري ولا اعملي لك أي منظر. مش في الأوضة يا ستي. أمال فين؟ في الصالة كلها. بنتي يا بيسا
انا كنت مرتاحه من زنك اليومين اللي فاتوا، هتلتي مش طالباكي. ده مش لتي يا ابله، ده كمين، والمصحف الشريف كمين وبيتنصب لك. نهار اسود انت هتشلديني يا بت، ما تجيبي من الاخر وتقولي في ايه. سمعت طراطيش كلام كده ان هم ناويين يعلوا اللي اسمها بوسي دي ويخلوها نمره. ايه الهبل ده؟ ما هي اللي ما تتسمى دي كل يوم بتقدم نمرتها مع الفرقه، ايه الجديد؟ هبل. طيب يا اختي بقى على راحتك، اللهم بلغت اللهم فاشهد. بنتي يا بيسا انت عارفه حاجه؟ يا ستي ناويين يخلوها من اول بكره نمره لوحدها. نمره لوحدها؟ الحق يا كبير، خميس بره وجايب معاه راجل من رجاله حريق. بتقول ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابه، نضرب عليه نار يا كبير. لا اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار، اجري قول للرجاله كده. عمرك يا كبير، محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارفه ايه ابنك يا حاجه، خميس دماغه انشف من ريق العطشان، غلوب تتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته، وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي. عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير، وصغرني الليله في حوارات كتير قوي، عايزها توصل ليه تاني يا حاجه؟ تاخد الرجاله وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغايه ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. ايوه يا حاجه بس ده كده. بقول لك ايه؟ ده امر يا ابو سنه. هات يا جمال يا رب. حاضر يا حاجه. الرجاله بتتواجد، ما بيخافوش الرجاله في الضلمه. ودي من سالك يلا 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 معلم. لأنك أنت ما راح تموت، ما راح تموت. ما بدي منك غير تسمعيني شوي. أيوة علي، عاوزك تجيب لي كل تفصيلة صغيرة وكبيرة عن زيارة خميس للنوح. يعني إيه إزاي؟ تصرف يا علي. طيب مع السلامة. سلام. أهلا بسبع البرومبا. مساء الخير يا أم، عاملة إيه؟ أعمل إيه يا قاعدة زي قبل قطعة اهو، ده انا حتى العشاء ما تعشيتوش. مش مهم بقى، المهم مراتك المحروسة كلت وملت بطنها، وفي الآخر جايبة لي فصين برتقال. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا بشاير بشاير. والله يا حبيبي لسه شايلة الأكل من قدامها دلوقتي. أنا كدابة بقى وست كبيرة وبخرف، وانت ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ جاتك القرف. انت تايه عنها يا إسر؟ ما انت عارف إن التركي أكل دماغها. برضه اللي التركي اكل دماغها. انما يا بنت الحلاوه دي من امتى يعني؟ ده انت اللي هتاكل دماغي كده. لا وكمان عامله لك الاكل اللي بتحبه جوه. ده ايه طقم الحنيه ده؟ انت حبيبي بتتعب ولازم لما تروح ترتاح. لا كده انا اشك فيكي بقى يا حبيبتي. يعني بقى لنا كام سنه متجوزين ما شفتكيش ولا مره حاطه احمر واخضر. ايه اللي جد بقى عشان تعملي في وشك بلده الالوان دي كلها؟ اصل بصراحه بقى من ساعة اليوم إياده كنت واحد تاني خالص. أهلاً. مش هتدخل تغير هدومك ولا إيه؟ لا يا حبيبتي، أصل أنت النهاردة خيالك شاطح لبعيد، بعيد قوي. بص عاوز أقول لك على حاجة، أنا جاي من شغل مهدول وظهري قافش عليا قوي، وبيني وبينك عايز أقعد مع عمي شوية.
ماشي يا ياسر ماشي، يبقى خلي امك بقى تنفع. طبعا هنفع، امال انت اللي هتنفعي؟ جاتك القرف. بص يا ياسر، الراجل ده بيحب الست دي، والست دي لحسه دماغه وبيغيظ بيها مراته الاولانيه، وهي بقى مشتاقله فيه. ما هو كل الرجاله كده، ما بياكلش عقلها غير النسوان. لا يخرب بيتك يا بغاوري يا ابن الكل. انت هتفضل قاعد كده جنب الشباك؟ ما تقوم تريح جسمك شويه بدل ما انت بتنازل طول الليل. ما تخلص يا ابني انت، بلاش لك هلع. انا جاي اشعوش مغاوري. عملت ايه؟ فات لك في الحته كلها، مفيش حد عنده اصل. اصلي والله صيني، انا هتجوزه. خلص اخبط شوشه. طب اخلع خفيف. انا عايز اعرف انت بتتسير مع مين كل ده؟ يا سلام لو الناس تخليها في حالها. يا راجل يا راجل، الحاجات اللي انت بتبلبحها ديت مش للي في سنك. لم لسانك يا وليه انت، واعملي لك قفله. انا خايفه عليك، الحاجات ديت اخرتها يا تسليم نمر يا هتعكس بدري بدري. ماشي يا دكتوره موجه بنت زكي حقنه. انت بتتمارس عليا؟ ماما عاوزة. استنى ما اشوف ابوك. انت عارف جوز خالتي سونا كان بيبلبع زيك كل يوم كده، واخرتها ايه؟ جاب دماغه. كوباية شاي حبر. يوه، هو ايه اصلا؟ ما الكوباية هي قدامك، ولا انت الشاي موصفلة؟ وادي ام الكوباية. اعملي بقى واحدة تانية تكون مشبرة للآخر، ما اشوفش فيها خلقة أهلك. أنا مش فاضية، هعمل الأكل الأول للعيال، وبعدين أبقى أعمل لك كوباية الشاي الحبر. تعالى ولا منك له ساعدني. القرف مرة فقر. اوكي مستر لافلافاكس، كاتش يو ليتر، باي باي. خير؟ صحي بدري ليه يا قمر؟ مفيش، نومي متلخبط شوي. عادي يعني. طب كويس، قولي لي يلا كنت عايزاني في ايه؟ انا بفكر ارجع اسافر تاني. ايه يا فاري؟ وسيبيني لوحدي. يا بابا احنا قاعدين في بيت واحد، بس كل واحد مننا في دنيا غير التاني. ده احنا بيعدي علينا ايام ما بنشوفش بعض خالص. عادي بقى، مش فارق. ما انا سايبك تقابلي اصحابك اللي بتقولي انهم وحشوكي وانت وحشتيهم. انت عارف ايه اللي وحشني بجد؟ ماما. نفسي احلم بيها، نفسي تجيني في المنام ولو مره زي ما بسمع من ناس كتير. نفسي اروح ازورها في قبرها، الله يرحمها. انت اتعديتي من مين؟ أنا عشان كده مسفرك بره على طول، عشان ما أقعدش أسمع المواويل دي. جرية يا فيري، العمارة ناشفين والحياة ناشفة وإحنا لازم نغلبها. عموماً أنا موضب لك مفاجأة هتخرجك من المدة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ ولا أقول لك ما تقوليش، أنا فعلاً محتاجة المفاجأة تخرجني من كل الملل اللي أنا فيه. طب ما تعملي لي أنت مفاجأة تخرجني من الملل اللي أنا فيه، وتعزمي صحباتك الأمامير يلبسوا بيكيني ويبلبطوا هنا في البسين. دم الغزال يا متحني، دم الغزال. وحشتيني يا ماما. دي بقى المفاجآت اللي ترد الروح. تاني فيهم الخلخال ولا اللي جاب الخلخال؟ فشر خلخال. ايه بس اللي جاب الخلخال؟ طبعا انا اول ما شفته قلت لا، ده رمانه مكتوب عليه رمانه، ولا اصلي غاوي خناخيل. انا احب الخناخيل قوي، ولما كنت صغير بمسك بيها في دي جلابيه امي. ياه ايام. الله يمسيكي بالخير يا امه، كانت بتوزع بضاعه ساعتها، وكل زبون ليه رنة خلخال. وانا في ديك الساعة لما ابقى في ظل الست ضاوية على سن ورمح. ضاوية دي ملهاش ظل ولا خيال، دي حاجة كده زي المعجزات، تربح في المزاج وتتحكي زي الحواديت. ياه، الواحدة ما تعرفش قيمة الأم غير لما بتحب. تصدق إن أنا دايما لما بكون جنبك بشتاق لأمي قوي. بشتاق لأمك؟ ليه؟ وانا شبهها قوي كده يا رمانه؟ انا ما بهزرش يا خميس.
انا حتى مش عارفه شكلها، فاكراها كده طشاش، ما شفتهاش غير في قبرها الله يرحمها، ومن ساعتها وانا مرميه مع ولاد خالتي صبيان على بنات في شقه قد الحب بننام فيها زي عيدان الكبريت، وابويا برضه فص ملح وداب، ولما زهقت وطقت سبتهم وهجيت، ولما سالت عنه قالوا لي انه حصلها في قبرها هو كمان، مات الله يرحمه. بقيت لما بشتاق لهم اروح لقبره ازورهم واحكي معاهم واقرا عليهم الفتح. خميس انت نمت مني يا اخويا ولا ايه؟ يا بنت انت بعض سواعي كده بتبقى عليكي حواديت كئيبه كده، بتفكرني بالقناه الثالثه والمتخصصه. فدي جابتني كده معانا في التت وشعبيات كده. تت يا بنت وشعبيات كده يا انا اصلي ببقى مرتاحه معاك، بحكي معاك بفضفض. ارتاحي بس ما تاخديش ال 30 حلقه كلها دراما. صباح الفل حبيبي. صباح الفل. شديد شديد. احنا مش ريست بقى ولا ايه؟ تموت انت في العاب القوه دي. طبعا نهار وليل وليل ونهار. الصبح يا خميس وماله؟ ريست على الصبح كده. ريست الصبح ده هو اللي هيظبط ريست بالليل. واحد. اتنين. تلاته. الحقنا يا استاذ، البنت هتروح مننا. بنت بنت مين؟ سعاد مراتك. اه انت امها، ايه مالها؟ موتوسيكل سواق اعمى خبطها الصبح، وانا عماله ادور عليك من ساعتها لحد ما وصفوني هنا. منهم لله. يا خبطها ازاي وهي نازله من عندك؟ اه شفتها. ايه ايه ايه، إيه كملي طمنيني. وهي حبت عيني من ساعتها نايمه بتخبط. يعني الحمد لله ما ماتتش. اسمعي يا ست انتي، من الاخر كده بنتك ورقتها مع المؤخر زمانهم في الطريق، واطلعوا بقى من نفوخي. ورقت ايه ومؤخر ايه اللي انت بتقوله ده؟ من الاخر كده البيعه كده بالنسبه لكم ربحانه قوي، وسيبيني بقى عشان اخيرا هعرف انام. روح ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسمعوا عليك. وانت من اهله؟ ده راشق في الغرزه كل يوم الصبح بالليل. لوحده ولا متعود حد يبقى معاه؟ لا لوحده ايه، ده معاه كل الكلاب بتوعه، ومعاه المتر بدران اللي بيقعد يدافع عنه كل شويه، وملموم على بجاش المر البلطجي بتاع زمان اللي مترشح في المجلس. هو مش متجوز؟ اه متجوز، بس بيقولوا مراته دي عيانه. لكن عيانه عندها ايه بقى؟ ده اللي انا ما قدرتش اوصل له، لانه محرج على اي حد يهوب ناحيه بيته او حريمه. وعرفت ايه كمان يا واد يا ريس؟ هو ده اللي انا قدرت اوصل له يا ست الكل، لانه عامل زي الزبق ما بيهمتش، ده دوخني وراه السبع دخان. يكون حد حس بيك. حس بيا؟ انا لو كان حد حس بيا يا ست مطره كان زماني رحت في خبر كان. انت ما تعرفيش افندينا ده ورجالته عاملين ازاي. ماشي يا واد يا رزق، خد. كل ما هتجيب لي معلومات كل ما احلي لك بقك. ربنا يخليك يا ست الكل. يلا ربنا يخليك. ماشي يا شطر، ابعت لك التريلات في الميعاد. سلام يا حبيبي. طلباتك اوردر واجب التنفيذ يا فندينا. قد الاول يا بجاشي، قد الاول. انما عدم المؤاخذه يعني في السؤال، انت من امتى ديك في سكه النسوان الحبله؟ توب علينا ربنا. مش سكت انا يا بجاشي، مش سكت انا حبيبي. امال سكت مين؟ سكه اللي ما يلوكش وما يسالش. خميس خميس خميس، انت هنا يا خميس. الله يخرب بيتك يا بدران، ادي يا سيدي اللي لا يلوك ولا يسال. المصيبه بتجري فيها. وراك ايه المره دي؟ لما دخت وراك يا خميس. انت اللي دوختني بمصايبك يا اخي، انا هتجنن. هو مين فينا المحامي بتاع مين؟ ماشي ماشي، انا بجد عايزك، عايزك تروح. ماشي اقعد، بس خد لك الله. مش ده عم زغلول؟ اه زغلول اللي قلنا ابو فتنة. يا عم زغلول. عم خميس. عم زغلول. خميس. مين؟ افندينا. يا عم زغلول. الف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا راجل يا طيب. الله يكرمك والله يا ابني، ليل نهار كنت بدعي لك في شدتك. صادق يا حبيبي صادق. اخبارك ايه؟ الحمد لله في خير، كلنا في خير والله. يستاهل الحمد. انا بقى مش بخير. اقعد يا بدران.
واخبار فوتنا ايه؟ والحمد لله ربنا كرمنا اخر كرم وفوتنا كبرت وقت في المعهد، وده بفضل الله وفضل مساعدتك لينا يا ابني، بالرغم ايه ساعدنا في وقت ضيقته. بسم الله ما شاء الله، كبرت يا فوتنا. ده انا قلت هاخدك بالحضن وتنططي على حجري زي زمان. مؤاخذه يا زغلول، بس الواحد فوجئ. زي اختك يا ابني. على كده الواحد غيبته طالت بقى. الف بركه رجوعك بالسلامه يا معلم. الحمد لله الحمد لله. الظلم وحش يا ام فوتنا، الظلم وحش قوي. انما ايه الكتب دي كلها يا عم زغلول؟ دي اصلها اهي نوايا بتسند الزير. زير؟ اه زير ايه؟ وانتوا لسه بتشربوا من الزير؟ ياه. وكل دي نوايا؟ الله يحفظك يا ابني. بص بقى، المعايش دلوقتي يا ابني بقت صعبه، والنفس لسه عزيزه، فانا والبنت فوتنا فكرنا في حاجه حلوه قوي. هي بتقعد على الكمبيوتر طول الليل بتشوف المعلومات المهمه تديها لي، ندبسها ونعملها في طبعه شعبيه ونبيعها بجنيه واحد للناس. اهم حاجه انها شعبيه. نعم، انا ابتديت شعبي. هو ده الصح، احسن حاجه الشعبي ده. ايه يا فوتنا، مش هتسمعينا صوتك بقى ولا ايه؟ مكسوفه؟ لا مش مكسوفه. امال ايه؟ فرحانه. اللهم صل على النبي. اشرب شايك لا يبرد يا معلم. بسم الله ما شاء الله. لا انا لازم امشي بقى عشان الاستاذ بدران المحامي مستنيني. انا قلت اعدي اسلم بس. تسلم من كل راضي يا ابني. يلا ما تنسناش يا ابني، بعدي علينا. واجب. ضلنا فوتنا يا خاله. فوتنا؟ فوتنا فوتنا اللي كانت واقفه هنا، ولا دي مش فوتنا دي ولا ايه؟ لا فوتنا، مزعل نفسك ليه؟ افوتنا افوتنا. تعال تعال خد يا فوتنا. احنا بقى ايه؟ عالم بلدي وده سلوينا وعوايد. خد. لا ما ينفعش، خيرك سابق يا ابني. ما تجيش منك انت يا عم زغلول، والله خيرك سابق. ملوش لزوم يا معلم. لو عايزه تكسف ايدي ما تمدش ايدك. انا هاخد ورقه واحده بس بشرط. شرطي زي ما انت عايزه يا استاذه. تكتب لي عليها للذكرى والقلم اهو. قلم. طب ما تكتبي لي انت. ماشي. ها يبقى احسن برضه. اكتبي اللي اقول لك عليه. يا رب ابعد عنك شر الناس، اشوفك متعلمه واحسن استاذه في المنطقه، احسن من الاستاذه فاطمه اللي ورا على الناصر. استنى استنى استنى. زوز هناك. اكتب كل ده فين؟ الخميس. فوتنا اكتب علينا ربنا. تعالي. وادي احلى بصمه لاحلى حجر. الاحلى احلى بنوته. ربنا يحميك يا فوتنا. شرفت يا معلم. طيب السلام عليكم. نورتنا يا ابني بألف سلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا زعلان منك يا معلم هرم. ليه كفل الشر يا معلم نوح؟ في عيال من تحت إيدك بيلعبوا بدلهم من وراك في توزيع البضاعة. محدش من رجالتي يقدر يعمل كده يا معلم. عملوها يا معلم عملوها، وأنا ما أقولش كلام إلا إذا كنت متأكد منه، خصوصا رجالة لو كان الحوار ده هيلطنا كلنا. والمثل بيقول المية بتكدب الغطاس. يلطنا ازاي يا معلم؟ ما تنورنا يا معلم نوح. رجالة المعلم بياخدوا بضاعتنا يهرسوها عشان يحلبوها، وده حرز يثبت كلامي. ده شريط من شغلنا رجالة صح؟ هو بعينه. تمام يا معلم. ماله بقى يا معلم؟ الشريط ده قبل وده شريط بعد. الاولاني ده شغلنا النظيف، التاني ده مكتوب عليه اسمنا صحيح بس مش شغلنا، شغل براني مضروب. رجالة المعلم بياخدوا الحباية بتاعتنا يهرسوها ويضيفوا عليها المضروب
وبعدين يعبوها تاني ويبيعوها بنفس السعر. بعد ايه؟ بعد الشريط لما يعمل 10. واحنا بقى سمعتنا تتضرب في الحديد وهم يعدوا الالومنيوم. مش معنى رجالتنا، ليه ما يكونوش رجالة حد تاني؟ بالراحة يا معلم، بالراحة. واحنا جايين نتخانق؟ لا، احنا جايين نتفق وننور بعضينا. يا رجال احنا كلنا في مركب واحد. لو غير يتحطوب بينا كلنا. انا هدعبس في الحكاية دي، ولو طلع حد من رجالتي ملطوط انا هحط رجالته تحت رجلين الكل. كده يبقى عداك العيب يا معلم. واحنا كده يبقى استبينا يا سيدي المعلمين. نشوف بقى حصتنا من الجديد. نشوف. وربنا يهديم المعروف. امين يا رب. ما تشربوا الشاي يا رجال، ده حتى شغلنا ما بيحبش الا الشاي. مبقاش فيها بركة، والناس ناس بجاش يا اخويا، نفوسهم بقت وحشة، الكل بقى بياكل في بعضه، وتلم العاطل على الباطل، وتلخبط الحابل بالنابل، دنيا بقت سلط على الاخر. انت جايبني عشان تفكني ولا عشان تنكد على اهلي؟ اتقل انت بس اتقل، دورك جاي ما تقلقش. اتقل. احنا كنا بنقول ايه يا اولاد ولا وصلنا لحد فين؟ السلطة يا معلم. ايوه. تروح بقى ايه؟ فارك ايدك برشة كزبرة وبصلاية ومخرط. معلمي. ايه؟ مش ده الحوار. امال ايه الحوار؟ اختلط الحابل بالنابل. امال احنا ايه اللي دخلنا المطبخ؟ عارف كل ده ليه يا بجاشي؟ ليه؟ من البلاوي اللي طلعوا لنا فيها الايام دي. ايش نص احمر على ايش نص ابيض على ربع جرام ونص جرام على ايش ترامادول. والعياذ بالله. الحاجات دي بتبوظ كيمياء ربنا اللي خلقها جوه الانسان. يعني الانسان ياخد كيمياء يضر بيها جسمه، معقوله البني ادم يضر نفسه؟ معقوله؟ ماله الحشيش؟ ماله الحشيش؟ ماله؟ طب انت بالذات عمرك سمعت عن محشش قتل؟ لا. سرق؟ لا. ثبت ناس في الشارع؟ لا. بلاش دي. عمرك انت سمعت عن محشش قدر واحد ولا حتى كشر في وش واحد؟ لا. انت سامعني؟ لا. التعبيرة دي جامدة قوي يا رجالة. ايه ده؟ طب انتوا عمركم سمعتوا عن محشش اتحرش بواحده؟ عمرنا. طب عمرك انت سمعت عن محشش واحد في الارض استوطى مع البنت بتاعته وبعد ما لمؤاخذه سلبها عز ما تملك؟ خميس. ما انت سامعني اهو. حلو يا معلم. عمال يقول لك لا. ايوه ومش هو اللي بيقول ده، مخلي نفر جوه بيتكلم بدالك. اطلع يا. حلو يا معلم. ادي اللي خدام البلاوي دي يا سيدي. طب انا بقالي 21 سنه. اه 21 سنه بحشش يومين يا رب. صبح وليل. اسال عيال امي. ايوه. وعمري يا اخويا ما ادمنتوش. لا، عمري ما اتحرشت بواحده. الله يخرب بيوتهم، خلوا الدنيا ملهاش طعم وقالوا لنا المزاج. شد يا بدران، خد الجوزه وشد، بس اوعى اتحرش بيها. ايوه ايوه. اسد اسد. هو ماله؟ هو مين؟ بدران. هو جاي رايح وجاي. تعال
رمانة رمانة استني بس رمانة استني استني بس يا نجمة مصر. نعم انتوا خليتوا فيها نجمة ولا نيلة؟ صدقيني انت فاهمة غلط واشتري مني. يا اخي انا مش عايزة افهم حاجة خالص، انا قاعدة في بيتي ملكة ولما تعرفوا قيمتي كويس ابقوا تعالوا. مش حلو الكلام ده، ولا بيحل ولا بيربط. جاك حل وسطك يا بعيد، هي ناقصاك يا ابن مفكوكة. كده برضه يا رمانة؟ رمانة رمانة شرسة قوي بس طيبة. تعالى يا بابا، لقيت لك كام موضوع حلوين قوي، دول عناوينهم، هجيب لك بقى بقيه الداتا بتاعتهم عشان نعمل كده كام كتاب حلوين. يا بنتي يا حبيبتي بالراحه على نفسك شويه، شكلك تعبان. انا مش تعبانه ولا حاجه، وديني بتسلى. تسلي ده ايه؟ الحاجات دي هتعطلك عن مذاكرتك. يا بابا ما انت عارف بنتك كويس، انا يا دوب ابص في الكتاب من هنا احفظه صم، والكتب دي بتعلم منها وانا بقراها، وبرده بابا القرشين اللي بنطلعهم من الكتب ديت بيسندونا. مش معقول كده يعني هنفضل عايشين على الفلوس اللي ببعتها افندينا. انا كبرت يا بابا وما بقاش ينفع كده. اه والله يا بنتي عندك حق، الراجل يعني من ناحيته عمل اللي عليه وزياده، وبيتعامل معاكي كانك اخته بالظبط. طب سيبني بقى بابا كمل شغلي. حاضر يا حبيبتي، تصبحي على خير. وانت من على خير. اقول لك ايه، اعمل لكيش حبه شاي صغننين. ربنا يخليك يا بابا، مش عاوز حاجه. طب سندوتش جبنه. يلا بابا بقى عايز اكمل شغلي. يلا بابا عايز تطب كملي. يلا ربنا يقويك يا بنتي. اللي انت قلته لي على التليفون ده اللي سمعته يا برنس. انت متاكد؟ الا متاكد. معالي الباشا، امرني معالي. تشرف وتآنس في انتظار معاليك، احنا نفرش الارض ورد. مع السلامة. ده الباشا الكبير صح؟ كملت يا شباب. احنا اتحسدنا ولا ايه؟ مش هيسكت وانت عارفه كويس. ومين قال لك يا موزه ان انا عايز اسكت؟ انت بتعمل ايه يا مجنون؟ علامه صغيره تبقى تذكار عشان لما تبقي في حضن حبيب القلب يبقى يشوفها. وما
هتوزعه وحصتك هتبقى الطقطة ايه؟ كتير عليا ان اكون خدام سعد. طبعا ده في حالة رجوع رمانة. الراجل يا اخويا كان جاي نفسه يتفرج عليها. ما تكسرش بخاطره وبيضون، فاهم؟ مين قال ما ترجعش؟ انا قلت ما ترجعش، هي قالت ما ترجعش، رجعت يا باشا وشلناها على راسنا من فوق. بلاش راسك يا اخويا، لحسن تتزحلق. انا عايزك تشيلها جوه عينيك، فاهم؟ امرني امرني يا باشا. شاطر يا مالت. قوي قوي قوي. الله ايدك يا معلم، الله ما يصحش كده يا بنت. ما تفهمنيش غلط امال، انا بس عاوز اوجه صابك على الحتت اللي تعبالي هنا. اه طب اهو. ايوه اهو كده. انا بس خايفه تكون ايدي ناشفه عليك ولا حاجه. ناشفه دي ايه؟ ده ملبن ومحشيه لوز كمان. لا لا لا، بخير بخير يا بنتي، قلت لك بخير، حد يسمعنا امال. الله طب كده حلو. ايوه حلو. راح. ايوه وهنا وهنا الحتت بتوجعني. ايوه كده. الله الله اهو كده. شفتي؟ ايوه اهو كده حلو قوي. ايوه ما تخافيني كمان، تقومي شوفي شغلك امال. في بس يا معلم، احنا كنا كويسين. الله قلت لي غوري غوري. ايه يا لهوي، سيب راح. ما تسيبها يا حاج، تدلك لك رجلك يمكن تطلع على ظهرك، لا يكون قافش ولا حاجه. مش طالبه نقورتك يا خفيف. ولا نقوره ولا حاجه، افضي سكه انا. تعال اجري انت يا بنت. بالاذن يا معلم. بالإذن يا سي براء. بالسلامة يا ست. أنت كنت غطسان فين يا قد ده كله؟ ولا حاجة، كان عندي مصلحة كده يا طياري. أني مصلحة دي؟ الله، تكونش ياد كبرت وبشال حسابك، قول لي على الأقل أفرح لك. حسابي إيه بس يا حاج؟ لا حسابي ولا حاجة، دي كانت مصلحة كده عدايق يعني. مش كان في معادي الليله مع الرجاله عشان المصلحه اللي بجد؟ هي كانت الليله؟ يا اخويا كانت الليله والرجاله جم وقعدنا مستنيين جنابك عشان منى عيني اشوفك كبرهم. خلاص يا حاج ما حصلش حاجه، عندي المره دي. عندي وعندك دي هناك على القهوه او في حضن مراتك. إنما الشغل شغل، واللي ما يخافش على أكل عيش وما يستاهلش لقمته. ما خلاص يا معلم، ما حصلش حاجة، دي أول مرة يعني. والمرة عندي ملاش تاني ياض. خلاص، أنت مالكش في المصلحة دي. أيوه، ولو عايز تبقى فيها كبيرك، هتاخد يومية أي صبي شغال فيها. إيه اللي أنت بتقوله ده يا حاج؟ صبيان يقولوا عليا إيه؟ عشان يبقى لك صبيان يا خفيف. لازم انت تبقى كبير. الحكايه مش بالكلام يا ابن النوح، ده اخر القول، ومش عاوز اسمع حسك تاني، فهمت؟ فهمت يا حاج، فهمت. سوريا سوريا سوريا. مشي مشي مستحيل. رجلي فين؟ بالراحة بقى، ما تخليش يا خير عشان ما ازعلش. الحقني يا سي خميس. في ايه؟ مالها رمانة؟ معرفش يا اخويا، انا كنت بجيب لها حاجات واحصلها على الكباريه، بصيت لقيتها داخله عليا بتشلب دم من كل حته وقطع النفس يا عين امها. جبت لها الدكتور وكلمتك على طول. ايه فين؟ جوه سطيحه. ما قالتش مين اللي عمل فيها كده؟ ما قالتش منهم لله، لا يوعوا ولا يستوعوا اللي عملوا فيها كده. اما اروح ابخر البيت، البيت فيه اسياد، حابس حابس. هيكون مين يعني؟ اه حبة عيال قطروني على الدائري. وعملوا فيك ايه؟ ما تخافش يا اخوي، غرضهم سرقة، ولما صوت نزلوا فيا ضرب بالحزمة وخدوا كل اللي معايا. حد مسك؟ اطمن، أحبة خرابيش عالجلد. البلد فكت، ما كلمتنيش ليه؟ أصل أخدوا مني الموبايل
وخدوا الفلوس وخدوا كل اللي معايا، واول ما وصلت هنا البيت خليت بيسا تكلمك. انت وصلت هنا ازاي؟ بالراحه. مفيش يا اخويا، شاورت العربيه نص نقل، صاحبها طلع ابن حلال جابني هنا لحد البيت. ولاد الكلب، ما شفتيش حد منهم؟ الدنيا كانت عدمه وما لحقتش اشوف حاجه. اكيد العيال دي قاطرينك من المحل. والجردات كانوا فين؟ مش عارفه، الحمد لله انها جت لحد كده. ليه وانت كنت عايزاها توصل لحد فين تاني؟ وحياه امهم لا جايبهم ولو في سابع ارض. والنبي سيبك منهم، ما تشغلش بالك بيهم، دي اكيد عيال مبلبعه اي حاجه وشرقانه فلوس، ودول ياهما اليومين دول. وحياتك عندي لا اجيبهم لك راكعين تحت رجليكي. ابوس ايدك، وحياتك انت عندي، سيبك منهم وخليك معايا يا اخويا. الدكتور قال لك ايه؟ مفيش، قال لي دي شويه كتمات وهتروح لحالها، واداني حقنه. حقنه فين؟ هنا يا اخويا في دراعي، حقنه مضاد. حلو. شغال ايه الدكتور ده؟ إيه يعني اسمه ايه يعني؟ وانا عارفه يا اخويا، جابته لي البنت بيسا. انت برتاحه يا بنتي، برتاحي. أنا مرتاحة وأنا في حضنك يا خميس، خليك معايا والنبي ما تسيبنيش. وده بقى أحلى حضن في الدنيا، تمد إيدك كده تاخد منها كل اللي أنت عايزه، وتعلي دماغك لسابع سما كأنك طاير فوق كل البشر، وتغمض عينك كأنك في حتة من الجنة. الله يخرب بيت التركي اللي حاسبكم دماغكم. بقول لك يا بيبي، حياة أبوكي لا تخفي عليا شوية من الحوارات دي، ماليش فيها خالص خالص خالص. أنا مش مبسوطة، أنا حاسة إن الناس كلها زي بعض، كله بيقول نفس الكلام. أنا اتخنقت يا لؤي، تعرف ايه اكتر حاجه بحبها فيك؟ ايه يا روحي؟ سكراتي بضمير؟ ان انت الوحيد اللي بتكلم معاه وانا مش مكسوفه، انت الوحيد اللي بقدر اقوله كل حاجه ما اقدرش اقولها اي حد، اصلا انا دايما حاسه ان انا لوحدي. انت في الباي باي خالص. باي 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 باي. زمري 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 باي باي. قالت لك انا حضنة الدنيا وطايرة فوق كل الدنيا. وكده بقى تبقى دي اول القصيده. النهارده صبي باليوميه، بكره يديك كتف ويرميك بره السوق، ومش بعيد يخلي خميسه فندينا كبير السوق. فندينا افندينا، مش قادر اسمع الاسم ده، انا قرفت منه. لا ده انت لازم تسمع الاسم ده ليل ونهار، عشان هتفوق في يوم تلاقي ابوك جايبه هنا وسطينا. كفايه بقى، انا دماغي مزروطه على الاخر ومش قادر. ها؟ وايه الجديد يعني؟ ما انت على طول مش قادر. لا يا حبيبتي، قدره عن قدره تفرق، وانت عارفه كويس قوي ان اقدر. بس انت رضي كده اوعى كده بلا نيلة، اوعى. دي اللي انت فالح فيه يا بنت. ده انا براء النوح، براء النوح. هو ده اللي انت فالح فيه، تقدر على النسوان وخلاص، انما الرجاله ما تعرفش تقف قدامه. تعالى يا بنت اوعى. فكك من كلمتين لحد اوعى بقى، اوعى سيبيني اوعى. يعني انت متاكده من اللي انت بتقوليه؟
اختي ما انت كل مره بتقولي لي كده وكل حاجه بتبوظ. ماشي يا حنتومه، ورحمه امي لو ما حصل لحقتم رقبتك وحاجه في حتتك وافضحك. من المشكله يا حنتومه ان مراته لابده في الاوضه يا اختي ما بتخرجش. لازم يعني الليله ايه ده اللي يبوظ؟ ورحمه امي اللي هحط العمل الليله، هحطه يعني هحطه الليله. خلاص يا حنتومه ما تبقيش لبكاكه. يا ساتر يا رب. مزاج الخير. اصل انا كنت زهقانه شويه، قلت اما اجي اقعد اتكلم معاكي شويه ونتساير ونروق وندلع روحنا. مالك مش مصدقاني؟ بيني وبينك عندك حق، ما هو يا اختي احنا كل اللي بينا غل وقرف، بس هو كان مين يعني اللي زرع جوانا كل الحاجات دي؟ مش هم 44 اللي قاعده بره؟ عارفة ليه؟ عشان تفضل معلقة كل واحدة مننا من عرقوبها. بس احنا خايبين، احنا ستات زي بعض، المفروض نخلي بالنا من بعض، قلبنا على بعض، مش كده ولا ايه؟ انا الصراحة مش عاجبني حالك. ايوة قاعدة كده يا اختي كامرة نفسك في الأوضة وفي قميص نوم ومتدفية زيادة. يا اختي مش سنك خالص، خدي بالك من نفسك شويه. وبعدين سايبه الراجل طايح كده، كل اللي نفسه فيه بيعمله عيب. هاتي الكوبايه اللي جنبك دي. هظبطك. الراجل من دول عينه بتبقى زايغه وعينه ما بتروحش غير اللي ايده مش طايلاه. خدي اشربي ده على نفس واحد، نفس واحد ما تخافيش، ده انا هظبطك النهارده. شاطره والست الواعيه اللي عايزه تخلي بالها من جوزها لازم توري لي عينه ما شافتهوش يا خايبه. انا نويت اظبطك، حبيتك. اشربي تاني. حلو، انا هروح اجيب لك شويه احمر واخضر وهجيب لك قميص نوم من عندي نقاوه، بس قوم النبي اوعي تقولي لام اوي بره ان انا اللي عملت كده، واوعي تقولي لسي خميس ان انا اللي عملت كده، خليها تبان كانها جايه منك احسن. حبيبتي انتي خمس دقايق وجايالك. ده كده ليلتنا هتبقى اخر روقان. يا خرابي يا قلبي. ايه ماله قلبك؟ فط واقف رجلك. ما تاخذنيش يا سي خميس، اصل انا نجمي خفيف شويه وما بتخط ركبي بتخبط في بعض. يا ولده بيلبسي له حاجه تقيله وكني في سريرك والدافي في حضن جوزك. سريري فيه شوك.
بيعلم في جسمي، ومحروس جوزي بيحب ياكل رز مع الملايكة، وآخرتها بيخرج ويسيبني لما اتخنقت. حبة هوا هوا هوا، عشان عايز مراتي حبيبتي في كلمتين خصوصي. كرامة كرامتي I love you. طبعا مش مراتي حبيبتي وحلالي اللي سابولي ربنا، طبعا تبي حبيبتي. استني يا حياتي اما اشيلك وادلعك وهنني. واه يا دنيا الله، اه يا دنيا الله، واه يا دنيا الله. انا عارفني انا تد مني، انا مش انا، انا مش ليكي، انا مش ليكي، انا ليكي انت. شو تعالي عايزاك. انا قلتلك قبل كده مالكيش دعوه بكرامه. انا كنت بوعيها بنصحها، ولا هو كلمتي انا بس اللي في البيت ده بتقف في الزور؟ ولا يمكن علشان انا غريبه ووحيده بتستفردوا بيا؟ اسمعي يا شوق، شغل التلات ورقات ده ما ياكلش معايا وما ينفعش في البيت ده، وحبتين النسوان والسهواكه ومحن الحريم ما يمشوش هنا. انت وقعتي كذا مره، وانا قلتلك بدل المره اتنين التالته من غير صوت، في غمضه عين هتبص تلاقي نفسك مرميه في الشارع، فاهمه؟ بالحدمه اللي عليكي، وانا كلمتي محدش يقدر يتنيها. ما بلاش يا حاجه تظلميني احسن، ولا هو اللي يعمل خير يلاقي الشر؟ انت لسه ما شفتيش شر، ويا ويلك لو شفتيه. الله أكبر. ساعة الجد قربت ولزماني وقفتك معايا. أنا ما تأخرش يا بجاشي، بس أنا ماليش في بلطجة الانتخابات. تمام يا كارتر، والكل بيتبارك بيه. مهام اخضر بصر الاحمر المستورد وبالسعر اللي انت عاوزه. فراوله يا ابني، انا ماليش في الكيمياء، ما انت عارف. بس الكيمياء بقت موضه ولازم يبقى لك فيها يا معلم. لما انت لازمك فيها يا بجاشي؟ الاحمر ده بيخلي البشريه شد حيلها، وحباية واحدة تخلي المقتب العدنان حصان بيرمح، والراجل البطاية يبقى أسد. أنت خاشش المجلس ولا بيت دعارة يا ابني؟ الكيف بيخلي الكل يتساوى، وشريط من دول بيخلي الخلق مصحصحين يسقفوا للصبح من غير ما إيديهم توجعهم. حاكم الأصوات دي ما بتجيش إلا لما تملى البطون وتملى الجيوب، والأهم من ده كله تملى الدماغ. وإنت اخترت الأرخص؟ لا، أنا اخترت المضمون يا معلم. يتوب علينا ربنا. آمين. نركي نركي رجعني. اقعد يا خد بالك ومرحوب. ماشي يا فنديلك. يا صباح الفل، صباح الحليب على احلى بنوته. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ على المعهد. اه طب ما يلزمكيش اي حاجه؟ فلوس تشتري كتب لبس اي حاجه؟ ميرسي. ميرسي ايه بقى في الحته هنا؟ ده عيال بيئه كلها يفتكروكي خواجايه ويشتغلوك. كتر خيرك، كفايه اللي انت عملته وبتعمله. دي مش عزومه فرجبايه يا فوتي، انت بس شاوري على اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه.
انا اللي نفسي تعرف غلاوتك عندي قد ايه. عادي، ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا. تبقى تيجي تشق علينا، انا بفرح قوي، ابويا بيفرح قوي لما بيشوفك، وامي كمان، كلنا يعني. حاضر، يلا بقى عشان ما تاخريش. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك على نفسك. اجيب لك شقتين فول تاكلهم في السكه. فول ايه وانا رايحه المدرسه؟ اه انت رايحه بقى. يلا باي باي. باي باي. بس البيت ظهر عليك يا فندم، مش هملك. هنا من امتى؟ قبل الصراحه بشويه. حلوه قوي الفيلم ده. فيلم ما تحسبهاش كده يا بدران، الفوطه دي حاجه تانية خالص. اه بس هي باين عليها حاسبها كده. ابويا منبسط قوي لما بتيجي، امي كمان، كلنا يعني. ايه يا دفء، فوطه دي تربيه ايدي، تربيه ايدي. بنت نظيفه وتخاف عليها بجد. بيني وبينك يا بدران، انا بشوف فيها كل اللي اتحرمت منه. طوب ابيض غالي من سواد ايامكم، لا تكون قرف. ونفسي تفضل كده على طول. يا ما تيجي تعزمنا على حاجه احسن. لا يا لا ما اقصدش كده، بس القهوه ملغمه دعوه. تعال نشرب حاجه عندك في المكتب على حسابك. طب البن على حسابك والميه على حسابي. والجوزة فرق. لا لا. والقهوة فرق. لا لا. والجوزة فرق. لا لا. طمني، أخبار أفندينا إيه؟ مفيش جديد يا باشا. فضل سهران في الغرزة، وبعدها راح المقطم مع المحامي، ومنها على بيت الرقاصة، وبعدين روح. أنت كنت بتراقبه باللقاء ده؟ كان مين معاه بقى في الغرزة؟ نفس الطقم، ومعاهم بجاش المري اللي مرشح نفسه في المجلس، وحبة نسوان. أظن أنت بتسمع نسوان ريقك يجري وتركز على طول. تمام سعادتك يا باشا. أخبار الأحمر إيه؟ شغال ولا معاصلك؟ لا والله باشا شاحح اليومين دول. تمام يا عسكري. تمام سعادتك يا باشا. روح سلم زميلك. أمرك يا باشا. روح معاه. تمام يا باشا. النوح بيحضر لاستقبال عملية كبيرة، وكالعادة لا بيحدد ميعاد ولا مكان. يا فرحتي، كسبنا صلاة النبي. مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجة على أفندينا، ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح. نشتغل احنا ازاي بقى يا باشا؟ أنا عيني عليهم ليل نهار، وأي معلومة بتتسرب بتوصلني على طول، والمعلومة الأكيدة إنه بيستعد لاستقبال حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ أيوة حاجة مهمة، بدليل إنه كان مجتمع برجالته امبارح بالليل في البيت. وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده؟ يعني طرطيش كلام ما فيهاش معلومه اكيده. يا علي الطرطيش ما تملاش قرب. ايوه بس انه يجتمع برجالته في ساعه متاخره زي دي اكيد فيها حاجه مهمه، وبعدين احنا لو راقبناهم ولا هنوصل لحاجه. اللي زي دول ما بيهزروش. واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه. طب بتفكر في ايه سعادتك؟ علي انا عاوز اقابل المصدر بتاعك ده بنفسي. اللي في بيت النوح؟ ايوه. بس هو رغاي حبتين. مفيش مشكله. كنت نايم، كنت عملت زي ما انا عملت بالظبط. ليه يعني؟ وانا كان مالي؟ كنت ماسك في خناق روحك وبتنازع، كأنك ماسك بايديك في رقبتك وبتفرفر. لسه عايزه تفهميني انك خايفه عليا يا مطره؟ انت عارف انا خايفه اقرب منك ليه؟ خايفه ارتاح وانا في حضنك، خايفة أصدق إن أنا مراتك، خايفة تروح مني زي ما أخوك ما راح. أنا عارفة يا براءة
عارفه ان ابوك ضاغط عليك وملجمك، بس انا كمان غصب عني كل ما اجي اقرب منك الاقي دم اخوك سايح بينا. يوم الشباك هيتفتح والشمس هتدخل تنور في كل حته وتغسل روحنا من ذنبه تصلح كل حاجه اتكسرت فينا. ملاك الرحمة بيصبح على نجمة مصر والسودان ووسط البلد وبيقولك جود مورنينج. انت تفتكر ينفع اعرف باللي حصل وما جيش لحد عندك؟ ليه؟ هو اللي بينا ده مش عيش وبغاشة؟ ده حتى ما ينكروش غير ولاد الحرام. وانت عرفت منين ان شاء الله؟ ولاد الحرام سمعت زي اللي سمعوا. المهم انت عاملة ايه دلوقتي؟ هاو دي دو؟ زي ما انت شايف. انا شايف بدر منور في ليلة 14. حبة الخرابيش اللي على ايدك دول هنداريهم بالاحمر والاصفر وترجع لنا نجمتنا تنور المسرح، وانا من ناحيتي هقلل الاضاءة شوية وترجع صاحبة العزة والكرامة. بس انا مش راجعة الكباريه تاني. ينفع يدور من غيرك؟ ده نقفل الكباريه واكتب يافطة بالبنط العريض مغلق للصيانة لعدم وجود رمانة نجمة المحل الاولى. ينفع يدور يا نجمة من غير طلتك علينا؟ والطلة اللي انت لقطع صورتها على الباب اتشالت قبل ما تتحط. غريبة، أمال مين اللي كان حاططها من الأول؟ اشبك إيدي في إيدك كده؟ وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان، الواد شلبي هو اللي أقنعني بكده، وقال لي بنت جديدة ملهاش غير زبون واحد نسيبها تسترزق وهتاكل حتة من البغاشة. وأنا عارف قلبك الطاهر ده، لا يمكن يرضى بقطع الأرزاق. أنا ما قلتش يتقطع عيشها. ومين قال يتقطع عيشها؟ أنا قلت يتقطع عيشها؟ هو قال يتقطع عيشها؟ أنت قلت يتقطع عيشها؟ ليه هو اللي بينا ده عيشة يوم ولا اتنين؟ ده سنين يا نجمة. خلاص أنا هبقى أرتاح كام يوم وبعد كده هبقى أنزل. العمروتي باشا مأكد عليا يشوفك الليلة. العمروتي؟ نريحه ونشوفه عايز إيه ونرضيه بدل ما يفتح في قديمه. بس أنا لسه تعبانة. يا نجمة راحتك مش على السرير وسط الأدوية وريحة الميتين، راحتك على المسرح وسط جمهورك اللي بيعشقك وسط الإضاءة والخمسات اللي بتترمي تحت رجليك والملايين. سيو. سلام يا بيسا. سلام يا كابتن. طب خلاص خلاص، فين انت دلوقتي؟ ناوي تعمل ايه يا خميس؟ نقط أربعة على النفوخ. هو عامل ايه بس؟ ما أنا سمعتك بنفسك المكالمة. هو أنا كمان صحيح مش طايقه، بس اللي فهمته من كلام بيسا إنه راح يزورها عشان يرجعها الشغل تاني، إيه بقى دخل ده باللي ضربوها؟ الشغل الوسخ ده يطلع من الملط. وبعدين شغل دماغك شوية يا متر. الحوار ده محدش دريان بيه غير أنا وأنت وبيسا والعيال اللي ضربوها. هو عرف منين؟
فعلا ممكن يكون له صله؟ ده اللي هقرره بيه دلوقتي. انا ما يعجبنيش الشغل ده. انتوا ليه مش مقدرين المهمه القوميه اللي احنا عايشين علشانها؟ فالحين بس اخر الاسبوع كل واحد يمد ايده عايز يقفش الالمونيا. راعوا ضميركوا شويه. شلبي ما تقلقش يا برنس هنشرفك. باب مراعاه الضمير صفحه فندينا. كلمه يالا قصاد عمرك. اطلع نتفاهم فوق في المكتب. هنا هنا وسط صبيانك يعرفينك مكانك. دي مش طريقه تفاهم. هموت في ايدك. ولا مين ياض العيال اللي قطروا رمانة امبارح؟ مش عارف انت بتتكلم عليه. انت كده مستعجل على السر ليه؟ مين ياض؟ انت قول. براء نوح ورجلت. براء نوح. بالله السلام. ايه مالك محظوظه كده ليه؟ ابدا يا باشا. اصلا الصراحه يعني اول ما قالوا لي انا هقابل باشا الكبير خدت رجلي وجيت جري. وديك الساعه انا مقابل باشا الكبير. طب اسمعي اللي هقول لك عليه كويس. قبل ما تنزلي من هنا تاخدي الحاجه اللي في الشنطه دي، شويه هدوم كده يعني على اعتبار انك كنت بتشتريهم. ده لو حد سالك، ولو ما حدش سالك هتيجي برضه تقولي لي مين سالك ومين ما سالكيش وقال لك ايه وامتى وازاي وفين. والنبي انا اطمنت لك، انا هاجي اقعد جنبك. تعملي ايه يا مجنونه؟ اقفلي الباب، مش عاوزين حد ياخد باله. ايه بس يا باشا؟ انا هعزمك على العشاء. معلش يا باشا، اصلها يعني الصراحه اول مره تحصل لي نظام البشاوات والحاجات دي يعني. من غير لا توعد. احنا من دلوقتي المفروض نتفق على طريقه نشتغل فيها مع بعض. ماشي. من النهارده انت شغاله معايا انا. يعني اي حاجه هتعرفيها تيجي تقوليها لي انا. ها؟ الحرف الواحد. تمام يا باشا، انت تقول كل اللي انت نفسك فيه وانا وداني دي ما ترطق. على فين يا انا؟ روكسي بقى وعليك خير. روكسي اللي نعرفه يوم. ايوه يا باشا، خميس افندينا كان عندي هنا وكان ماسك في زماره رقبتي وكان عايز سعادتك يطلع السر الالهي. واول ما سمع اسم براء النوح خد في وشه وطار. فانا قلت ابلغ سعادتك باللي حصل عشان تعرف تتصرف. أمرني ما عليك. مع السلامة. شلبي ضحكتني يا خميس مع ان النهارده مزاجي مش معدول. انا كبرت لك يا باشا وجيت لغايه عندك غير كده وكتاب الله ما عندي غير ده فضيه في دماغه. الله الله الله، ايه الكلام ده؟ بقى خميس افندينا على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقه بتاعتهم ويقلبها ظلمه عشان ابنه مد ايده على واحده ست؟ ده كلام يا راجل؟ الواحده دي يا باشا معدوده من حريمي ومن اهل بيتي واللي يمسها يمس سني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي يمس كرامتك يا خميس. امال اللي عمله ابن النوح ده اسمه ايه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيبي بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونه الصعيدي طلعت. اللي اقول لي يا خميس، يا الست دي تخصك قوي قوي كده؟ انا كده عملت بالاصول يا بيه. اه ده خميس ما يبقاش دمك حامي كده، اقعد. ما ظنيش لك كلام في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. ايه ده؟ دي دعوه حفله عاملها لبنتي بمناسبه رجوعها من بره. حفله؟ ويهمني انك تيجي وتشرفني يا خميس. انا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك. لأن كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحرية تعمل اللي أنت عايزه. هاي عمروتي. ها حبيبتي. فريدة بنتي، خميسة فندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال إيه مش عايز يجي الحفلة بتاعتك؟ قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه نيجي، نيجي ما. نيجي ونرقص كمان. تعرف ترقص فرس يا خميس؟ فرس؟ آه. أنا لما دخلت المدرسة كنت الأول على الفالس. أنت عارف الفالس ده بيتحزموا له بإيه؟ هو بيتحزموا له برضه؟ مفيش رقص من غير تحزيم يا خميس. ليه ما قلتليش من الأول إنه براء النوح؟ براء النوح؟ ليه؟ الدنيا كانت عاتمة برضه ما شفتيش؟
انا ما شفتش حاجه خالص. هتخبي عليا تاني؟ راح عليا خميس، انا ماليش غيرك في الدنيا، مبقتش حمل مرمطتها تاني. كفايه يا اخويا اللي شفته وانت بعيد عني. براء ده عيل طايش وسلاحه غدار وبيلوش، ما كانش ينفع احطك في سكته. ايه خايفه عليا؟ وافديك بروحي. بتحبيني يا بت؟ ما حبيتش غيرك وحني كعوب رجلك بسنين عمري. عشان كده لازم تبقي مراتي يا فندينا، عشان مفيش كلب بعد كده يفكر انه يلمسك. افندينا يا حاجه خد المتر بدران تحت باطه وطلعوا على المقطم. بعدها حاجه حط عند رمانه في البيت. وما خدكوش معاه زي كل مره ليه؟ اصل المتر بدران كان مقاير حبتين. والزار يا حاجه والله اعلم افندينا خده عشان يقعد معاه يفضفض ويجيب اخره. هي البنت اللي اتجوزها بدران دي لسه ليها ديول؟ الديل اللي كان فاضي البجاش المري قطعه وهو بسلامته معاها دلوقتي. واخدها وخرجوا لوحديهم، بس بصراحه يا حاجه ما نعرفش راحوا فين. وبعدين بقى هنخلص من حكايه رمانه دي امتى؟ زي ما تكون عامله له عمل يا حاجه. ولا اللي سحره له. معلش، اللي له اول له اخر. يا شوق صباح وقشت. يا شوق مالك بتشتكي على الصبح ليه؟ هو انت حاسس باللي بيجرالي؟ خليك حاطط ايدك في الميه البارده وسيب كل من هب ودب يقعد يمرمط بكرامه اهل الارض. من الظاهر ان انا الحيطه الواطيه اللي في البيت ده. لا اله الا الله، ليه بس؟ حصل ايه عشان ده كله؟ حصل كتير. حصل ان انا ما بقتش قادره اتحمل اكتر من كده. خلاص الدمعه نشفت في عيني، الوجع قفش في كعاني. سلامك كعانك يا حبيبي. ايه بس حصل ايه طيب؟ حصل كل حاجه وحشه، حصل ان انا كل كلمه بقولها حلوه في البيت ده بتتاخد على انها كخه وبتقف في الزور. حد داسلك على طرف قوليلي. ما انا جايه لك يا راجل في الكلام اهو. بالراحه عليا. بالهداوه. هات يا جمال يا رب. ايه يا حبيبتي مالك؟ يعني خلاص يا معلم نوح، لقيت رجالتي بقوا جرب ومحدش بيعود ناحيتهم. عشان اغبياء دول، لو رجالتي انا كنت طخيتهم عيارين زي خيل الحكومه. القفشه بتاعت افندينا والدهام ضربتهم في السوق وعلمت عليهم. ما تخزنيش يا معلم، دي جعانة وعينيها فارغة، يعني لو فتح بقهم هيبلع الكل. ما تهدى على نفسك شوية يا معلم، انت جاي تهددنا في ملعبنا ولا ايه؟ لا يا معلم براء، انا مش جاي عشان اهدد حد. انا كل الحكاية جاي عشان اواعيكم. يا اخويا واعي روحك انت، ولم تعابينك اللي بترمي سنانها دي. ولا اقول لك اعملهم حبل غسيل وبعلق عليهم خيبتك وخيبتهم. يا ريت يا معلم براء. يا معلم نوح، دي مش اصول ولاد الكار برضو. انا كل حكايه خايف لعيال لسانهم يفلت كده ولا كده ويجروا. رجالتك لسانها سايب وقروا يا معلم، قروا يا معلم. من كام يوم افندينا جاب لي واحد منهم ورماه قدام بيتي زي الخروف. وعملت ايه فيه يا معلم؟ لحمه زفر وكلابنا قرفت منه. ده مقبوله منك يا معلم براءه. انت كده قفلت هضومة انا يا معلم نوح. ودي علامة النوح، عشان لما تبقى تنسى يا معلم تبقى تفتكر. يرضيك كده يا معلم نوح. معلش يا معلم، هو كان عاوز يقشر لك التفاحة قشر دقنك. البت مقطعة روحها من العياط جوه يا حاجة، برضه مهما كان دي مراتي وكرامتها من كرامتي. خد يا ابو سن. ايه ده؟ امسح ريالتك لا تتكعبل فيها وحد يشوفك يضحك عليك. شكرين شكرين يا بنت والدي. كويس انك فاكر،
خلينا افكرك ببقيه الليسته اللي بصمنا عليها كلنا من يوم ما ركبنا ما بقت واحده وسكتنا رايح من غير جاي. انا ضاوية ابو سنه اللي شلت روحي فوق كفي لاجل الشجر ما يكبر ويضلل علينا كلنا. تيجي بنت ما تسواش 3 مليم عايزه تقلعك من جذورك وتخلي لسانك يقول كلام ما تقبلش تنطق بيه؟ مش كفايه انها هجه من البيت كل يوم والتاني وانت ماشي وراها؟ ايه بس لازمته الكلام ده الوقت يا حاجه؟ وانا مخلي على جهد جهد، ما احنا كلنا في النار سوا، ما حدش اشتكى. انا كان كل غرضي غرضك ايه؟ لو تفتكر انا قلت لك ايه؟ ان الجوازه دي يا دوبك نقضي بيها مصلحه وتروح لحالها. انت يا اخويا اللي ريقك ساحه البيت. احنا مش هنعيده تاني يا حاجه. اه صحيح انا اتجوزتها بامر منك، لكن طلاقها لازم يبقى بموافقتي انا، مش ده كان اتفاقنا؟ بس الاتفاق ما كانش انك تجيلي نافش ريشك وتحاسبني علشان الغندوره نزلت دمعتين. احاسبك ايه بس؟ استغفر الله العظيم، انا اقدر يا حاجه احاسبك ده ايه؟ انا بس يعني بعاتبك من العشم يعني. ما تنساش ان حواء هي اللي خرجت ادم من الجنه، وإن إبليس والعياذ بالله بقى شطان من يوم ما عصى ربه. استغفر الله العظيم. هات يا جمال يا رب. خايب؟ راجل خايب وقرة الرجالة. تديك منديل علشان تمسح ريالتك فيه يا خايب خايب. ما اديها في دماغها، اديها في اسنانها اللي الموت خايف يقرب منها دي. خايب وني مش عارفه لما يجي ده انا اقول له ايه ده، اقول له ايه ده. وانت مال اهلك انت؟ انت مالك اتجنن ولا تهبل؟ انت مالك؟ لا يا حبيبتي انا هنا مش لوحدي، معايا شلة عفاريت تحب اطلعهم لك واوريهم لك لما بيطلعوا بيعملوا ايه. خلاص يبقى بعدي عني علشان ما اوريكيش الجيران على اصول. والله العظيم انا مجنونه مش كده؟ طب بما اني مجنونه رسمي ومعايا شهاده معامله اطفال، تعالي لي يا بتاعه الهبة هبة اما اوريكي الجنون على اصوله. تعالي لي، ده انا مش طايقاكي. تعالي لي، مش انت بتحبي كده؟ اه هو مش مالي عنك، هو مشغول شويه. مالي ولا مشغول يا عم محمد مش فارقه، في الحالتين هو مش موجود. سيبك، انا اصلا زهقت من الكلام معاه، مبقاش في كلام جديد نقوله. فاكره زمان لما كنت بتمشي ورايا وانا بسقي الزرع، وكنت انت تشدي الخرطوم مني عايزه تسقي الزرع؟ فاكره كنا كل يوم انا وانت نختار الورد لماما الله يرحمها، ضحكتها وصوتها كان بيملى البيت. انت عارف يا عم محمد انا ما كنتش انام غير في حضنها، كان ايدي تبقى ماسكه في ايديها، كانت تصحى كل يوم الصبح تلاقي ايدي معلمه في ايديها، تقعد تضحك تقول لي ايه يا بنتي وانا ههرب؟ مالك ماسكه في ايدي كده ليه؟ انت كبرتي وبقيتي عروسه. البنت كل ما بتكبر كل ما بتحتاج لحضن مامتها اكتر. احنا مش هنخلص يا نوح من الليله دي ولا ايه؟ ليله ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو، الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت قله ادبه على الاخر، وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا، ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح وعلى الغشم اللي عملته فيها، وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق، لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عشت يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك، ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خمت اليك وجاب الواد لغايه عندك في البيت وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا انا لحد السعاري ما اعرفش ايه اللي حصل. ما هو لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبة، ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو وهتزعلني.
معاش اللي زعلك يا باشا، ده احنا كلنا رجالتك. ما عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك كنت تترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي وخلص الكلام. امرك يا باشا. اعمل حسابك ان العمليه الجايه حصتك كلها رايحه الخميس يا باشا. بس كده ده اقل عربون تدفعه على الوساخه اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين ايه. هما مين دول يا باشا؟ عيلة افندينا. مين؟ قابلتك داويه. النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني، فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبه اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايده. براء النوح عايز يرد لي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس احنا في عرض رجعتك في السوق. ما تتكلم يا ابو سيدنا. ساكت ليه؟ معاه حق ابو جمعه. النوح رمي لك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خد يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده، وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا بحكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني. وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك. واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور والعمروتي هيخلصك منه. والعمروتي قال لك ايه بالظبط؟ يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبني على ملا وش ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حته ومخلياني قطاطك ده واسمع من ده. وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكه مصيبه وفي كل حته كارثه وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج فيه إيه؟ إيه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، مصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحة إيه دي؟ أنا مش فاهم حاجة. أنت واد زبالة، واد غبي وأهطل، ما أنتش فاهم حاجة في دنيتك. وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا ببيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك وهقتل نفسي معاكم. فاللي حصلت يا فندم. هو انا يا جزمه يا بنت الجزمه؟ مش منبهة عليكي قبل كده؟ ما تخرجيش من البيت الا باذني. هعمل ايه بس والنبي يا ست مطر؟ ما انا واخده الاذن من المعلم قبل ما اخرج. كنت فين يا بنت؟ كنت بشتري شويه طلبات كده لازماني. حاجات ايه دي يا اختي اللي لازماكي؟ تخرجيش يا بنت مصاحبالك عيل من صبيان المعلم وبتصرفي عليه عرقك. انا برضو بتاعت الكلام ده يا ست مطر؟ ما انا قاعده في وشك 24 ساعه زي قرد قطع. امال كنت فين يا بنت انطقي؟ كنت بجيب الحاجات دي والله اللي وريتها لي. وهي الحاجات يا بنت بتقعدي فيها خمس ساعات؟ طب اعمل ايه يعني؟ الناس امم في الشارع وسواق التاكسي الله يخرب بيته قاعد يتخانق في الشارع قعدني جنبه ساعه. اما كنت ورد. صوتكوا جايب اخر الدنيا. في ايه؟ الحقني يا النبي يا معلم، انا في عرضك
البيت بقالها 5 ساعات سايبة البيت وسايب البيت يضرب يقلب. يا نهار أبوك أسود، 5 ساعات سبت، مش قلتي هم ساعتين؟ السماح والنبي يا معلم. أه؟ أصلا تأخرت يعني عشان الطريق كان زحمة وكنت بجيب شوية طلبات. لا 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 مفيش حاجة اسمها سماح. اسمعيني يا بنت على السرير، قصدي على الاستراحة. يلا يا بنت. والشغل؟ ما هو ده برضه شغل يا مطرة. شغل ايه؟ الاستراحة دي مش تبع البيت. يلا يا بنت غوري غوري يا امي، لا ارى في اليوم كله يطلع على دماغك. خلاص يا مطرة اعتبرني اتاخرت ساعة زيادة، مفيهاش حاجة يعني، عن اذنك. اذنك معايا. الحفلة دي كلها علشان؟ طبعا يا حبيبتي، لازم كل الناس يعرفوا انك رجعتي. ان شاء الله تعزمي مصر كلها ونشرب ونسهر وما تعكننش عليا. انا عمري عكننت عليكي؟ انا بموت فيك يا عمروتي. موتي فيا ولا ايه؟ ولا بلاش، احسن تقولي بتدخل في خصوصياتك. انت بتلف وتدور حوالين ايه بالظبط؟ مفيش حد شاغل بال العمروته الصغيره يعني. ويعني دي تبقى ازاي؟ انت شكلك كده عايز تخلي الحفله حفلتين. لو على مزاجي اخلي الحفله حفلتين هخليها حفلتين. وانا ماليش مزاج اعمل دلوقتي كده خالص. كفايه عليك الجوازتين اللي فاتوا كانوا على مزاجك برضو مش كده؟ بنت لسه ما اتعمرتتش، مش فاهمه ان مفيش حاجه مش على مزاجي. حبيبه بابا. الله، اهو كده حلوه قوي الكلام ده. قوي شكلك متضايق، متفتفت شويه كده لخد دمك. كان يوم وحش يا بت، كله مشاكل وخناقات، مبقاش فيه مزاج. مبقاش فيه مزاج. اي اي اي، لا لا، ما كنت ماشيه حلو، خليك حلوه بالراحه. ايوه ايوه. قولي يا سوريا، انت كنت فين يا بت؟ ما انا قلت لك يا معلم نزلت اشتري لنفسي شويه حاجات كده لازمين. حاجات زي ايه؟ ما تكسفنيش بقى يا معلم، شويه حاجات كده ستاتي يعني. مدام ستاتي انا بقى بجح وعاوز اعرف ايه اللوازم دي. يعني شويه قمصان نوم وحاجات كده يعني. هدوم داخليه يعني. حاجة كده يعني. ايوه فهمت فهمت. وقولي لي الفلوس اللي معاكي كفت الحاجات دي؟ وفات كمان. غريبة، مع انك لسه ما قبضتيش ماهية الشهر. جرى ايه بقى يا معلم؟ الله، انت عمالك تسأل اسئلة غريبة كده وانا مش عارفة اجاوب. انت رايحة فين؟ يا بنت سوري. والله زعلانة منك يا معلم، اقصى عليك بقى. الله، ايه ده؟ الله 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 الله، ما كملتيش يعني، احكي بقى. ما انا قلت لك يا معلم قبل كده انا ببقى شايله فلوس عشان لو كنت عايز اشتري حاجه كده ولا كده. ايوه الله الله، بلا حلوه قوي. ايوه يا طيب، الحته دي بتوجعني قوي. بصي خش على الرقبه بقى واستمري. ايوه استنى بس، اوعي تكسر رقبتي. لا ده الشرط عليك يا حبيبي. بالراحه. قولي لي، بعد ما اشتريت اللوازم ما قلتليش رحت فين؟ Thank you.
خيبه المسرح واخر سلطان. امرني انا هنا عشان تامرني. يا براء لحد دلوقتي. بقول لك ايه؟ انا جاي تعبان ومصدع. فكك مني. انا مش حامل حواراتك دي. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ ده شكل واحد هياخد طار اخوه ولا حتى يبقى قد كلمته؟ يا ست انا مش قد كلمتي. انا مش قد كلمتي. بقولها لك اهو. روح اتكلمي مع اللي قد كلمته يمكن يحس ويرجع للي في دماغه. وايه بقى اللي في دماغه؟ عايز تعرفي ايه اللي في دماغه؟ أقول لك يا مطرة إيه اللي في دماغه. عايز يروح لأفندينا، عايز يطاطي ويطلب من أفندينا السماح، وكل ده ليه؟ عشان الباشا عايز كده. ما أنا ياما قلت لك أبوك ما يهموش غير مركزه في السوق ويدوس على أي حد عشان مصلحته. شوفي بقى، يدوس ما يدوسش، كل واحد فينا يعمل اللي هو عايزه. أنا مش طالب منك غير حاجة واحدة بس، تنسوني من دماغكوا خالص. أدي اللي أنت فالح فيه، تاخد لك كاسين، تضرب لك حجرين زي بتوع الافلام، انما تكبر كده وتبقى راجل لا. ما تحترمي نفسك بقى يا حبيبي. اوف. يا ابني ليه يا خميس؟ ده ايه المزاج ده؟ لا لا انت مكيف الدماغ 100 100، مش هي اللي حاططها على حجرك ورام الدنيا ورا ظهرك. قلت لك يا باشا زيح زيح من على قلبك وارمي وراك. كيف مطرح ما يطلع لازم نلبي نلبي. انما ايه الخلطه دي؟ دي خلطه سحريه، هي مغيمه شويه بس حلوه. ايه يا عفريتي دي يا باشا؟ يعني بتبقى ايه؟ طافيه شعبي ومرغوب براتيش. وشوفت واحنا داخلين كان في صفايح كده بربيع، ياخدوا بقى الباقي يعني. وكل يوم طبعا طعم حسب الناس رامي ايه. بس برافو عليك يا خميس، عرفت تقفش دية الدنيا دي ورميت كله وضربته طبنجه. برافو يمين يمين. الدنيا واسعه قوي، ليه نضيعها بقى على نفسنا؟ هي واسعه قوي وبراحه، خدها مني واستلقيها. عيش يومك بطوله وعرضه، لان دي الحاجه الوحيده اللي ما بتتعادش تاني، واي حاجه في الدنيا ليها اكمالها. الا العمر ليه ساعه. خميس افندي. حلوه اكمالها دي. قرب قرب فين؟ قرب بس احسن البنت اللي هناك نفسها تعرف بنقول ايه. قرب قرب. بمناسبه الكماله بقى، ايوه الليله دي محتاجه تطرى شويه. تطرى شويه. تطرى. طلبك عندي خيالي شبه المنوع ده كده. فيا فيا. يلا بينا. ندفع ولا نقوم كده؟ نقوم كده. اتفضل يا باشا. حاسب الماية. يا سدد بالليل. الباشا كبير. تعالى يا ابو سامي، تعالى سلمي على سعاده الباشا. ابو سامي يا باشا يعني الكماله، يعني الحلو كله، تخصص زبيب. ازيك يا ابو سامي؟ ازيك يا باشا، نورتنا. اتفضلوا. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل. ازيك يا بدران؟ زي الفل يا باشا. ازيكم زينه لما النهار يطلع. تيها باشا. بقد
ده فين؟ براحتك. اتشقلب. الله، ايه يا بدران؟ لا، عايز اقول لحضرتك قعدت زي ما قال لك بالظبط. براحتك. انت جبته هنا ازاي ده؟ يا ابني احنا اللي بنجيب ولا بنودي. كيف مطرح ما يطلب يجيب صاحبه، ومطرح ما يغمزه يوديه. امال هم ليه سموه مزاج؟ بس الراجل ده كبير قوي. ابن تسعه ولا مش ابن تسعه؟ ابن تسعه. يبقى يجي عند ابو سامي. يجي والدرك كمان. الدرك بعدين. يجي وبعدين. يخرب بيتك. ده شكله فك على الاخر بجد. ولسه انت شفت حاجه ابو سامي دي المفروض يتعمل لها تمثال. وده يحطوه فين؟ يحطوه فين؟ ده يحطوه عبره بين كل اتنين متجوزين عشان يفهموا حاجه ان الجواز والمزاج توم. توم؟ لازقين في بعض يعني، انت بتفهمش مصطلحات طبيه ولا ايه؟ بعد ما جبت الراجل ده هنا انا مصدقك في اي حاجه. ولسه يا رومانسي يا رومانسي عبد الحليم لسه عايش والله. لا 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 يا باشا، هنا مفيش رحراحة، هنا في مطوحة. قوم يلا شوية تمارين رياضية. اتشقلب اتشقلب يا باشا اتشقلب. انت لسه شفت حاجه؟ ابتسمت انا زي العاده وقلت يا باب كذاب. اداري حبيبي قول يا حبيبي، اداري حبيبي قول يا حبيبي، يا حبي لهيبي دوبني الغياب دوبني الغياب. يا اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. لا ده الليلة كلها شقلبة. أنا كده هزعل يا رمانة. اللون ده مش لون، والكلام ده مش كلامك كمان. احنا كنا كويسين وزي الفل. انا جيت بس عشان الفرقه والناس اللي شغاله وراي. الله، ما انت قلتي هتسيبيهم. ايوه، بس لازم اقفل لهم الاوبايج قبل ما امشي. وتمشي ليه يا بنت الحلال؟ ما احنا كنا زي السكينه في الجاتوه. اصل بصراحه كده جوزي بيغير عليا، محرج عليا الشغل. جوزي؟ اه جوزي. انت اتجوزتي؟ هتجوز. ومين ده اللي عايز ينكد علينا عشتنا؟ طبعا افندينا. طير يا شفاعه. يا رب المعلم النور وامان. We'll be right back.
انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص اليابة؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته، يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروت ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا فندينا. ايه اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره. هات يا جمال يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيلة النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاج، الحق وبنرد لاصحابه. زوز عمر فندينا، خد رجاله المعلم نوح وسيهم شاي وخليهم يريحوا ايديهم شويه بالسباحه. وجب فندينا، يلا رجاله. نفذ يا كبير. نفذ بس، خليك قريب. حافظ. يلا رجاله، يلا رجاله. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق فندينا، وجايين نردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعه رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى راي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه، ومن جه دارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوه. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمة؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. لا يا معلم، انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند فندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليب يا قشطة. يا بنت استني استني، انت على طول واخده الدنيا على الحبي كده. استني نتفاهم. نتفاهم في ايه؟ انت اتفقتي معايا ان احنا هنذاكر عندك، وجايه دلوقتي قدام مامتك تقولي ان احنا هنذاكر عندي انا، وكل ده ليه؟ عشان تروحي تسهري مع اصحابك؟ خلاص يا ستي روحي لاصحابك وسيبيني انا في حالي. طب تعالي معانا هتنبسطي قوي. طب خلاص استني، تعالي اوصلك في سكتي. سكتي اللي انا رايحاها بعيد عن سكتك يا بنتي. طب تعالي اجابلك، مش هتلاقي تاكسي في الضلمه دي. همشي على رجلي لحد ما الاقي. وشي نكد. بالسلامه. يا نهار اسود، يا نهار اسود، انا قلبي وقع في رجليا. تفتكر البنت ماتت؟ ماتت يا لؤي ماتت؟ معرفش 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 ماتت ولا اتكيلت. المهم ان احنا خرجنا منها، يا رب ما يكون حد لقط من مثل العربيه. لا الدنيا كانت كحل، الدنيا كانت هصه هصه، ما فيش حد شافنا، ما حدش لقط منكم من العربيه، ما حدش ما حدش. بقول لك ايه، انزلي خدي اي حاجه البيت. انت اتجنن؟ انت هتنزلني هنا؟ مش هسمح يكون حد لقط من مثل العربيه ويعرف بيتك فين. طب انت هتعمل ايه؟ هتروح فين؟
روح اتلقى في اي حته لغايه الصبح. ما لقيتش غير الحته المقطوعه دي اللي تنزلي فيها. يا ستي انزلي بقى، هتلاقي اي عربيه جايه في وشك ثوري لها هتقف لك. انزلي بقى، انزلي. اليوم الفصلان ده استر يا رب، جيب العوائد سليمه لك لحبيبك النبي يا رب. فين عم زغلول يا ام فاطمه؟ في ايه عم زغلول؟ بينا يا رب. نعم يا ابني، في ايه؟ عسكري واقف تحت مع المعلم شلوفة بيسأل عليكم، ولما سألناه عايز ايه قال ابله فضت خبطات العربية. يا لهوي بدي ضاعت يا زغلول. بالراحة بالراحة يا ست بالراحة. اهدي بالله اهدي بالله، مش كده. هي فين دلوقتي يا ابني؟ معرفش يا عم زغلول، تعالى وانت تعرف منه. يلا لا حول ولا قوة الا بالله. يلا يا يلا يا ابني، لا حول ولا قوة الا بالله. هات الباب وراك يا ابني، هات الباب وراك يا ابني. خلاص انا تعودت على كده. هعمل ايه بس؟ هعمل ايه بس يا مطر؟ انا فتحت لك قلبي يا مطر اكتر من 20 مره علشان تفهمي وتقدري اللي انا فيه. انا عارف ان انا بغلط في حاجات كتير، بس معلش استحمليني غصب عني. ايه هتقولي برضو فش غل وحلاوة روح؟ ابويا هيجنني، مش عارف اعمل معايا. قلتلك قبل كده ابوك ما بيفكرش في حد غير في مصلحته وبس، ما صدقتنيش. قلتلك اني صدقتك، صدقت كل كلمة قلتيها، بس اعمل ايه؟ ابويا اتبرى منه؟ يا ريت نعرف. واللي مادة ايه؟ مش اخوك؟ بقولك ايه، الصبح على الصبح، انا مش ناقص كلامك ده على الصبح. يا براء انا عاوزاك تعمل الصح. اموت واعرف ايه هو الصح. عاوزاك تعرف ازاي تكسب من اي خساره، واذا كان خلاص ابوك كبر وعقله خف يبقى انت عقلك صاحي وقلبك ميت، وتعرف ازاي تستفيد من الكل. ازيك يا سوريا؟ ازيك يا باشا؟ انت متاكد ان محدش كان مراقبكم؟ انا نفذت الخطه بالحرف الواحد، يعني لو كان في حد ماشي ورانا يبقى زمان دماغه اتضربت في الخلاط. ده انا يا باشا اللي دماغي اتضربت في الخلاط من كتر اللف والهري والنكت. ما يصحش كده يا باشا، مش كل ما تبقى عايز تشوفني يعني هلف كعب داير كده البس اللي بقى. يا بنت وطي صوتك، انت ما بتفصليش. يا اخويا بالراحه عليا شويه، ما تزقش كده. اخوكي اتكلمي عدل قدام الباشا. لا مؤاخذه يا باشا، حقك عليا يا باشا، معلش. روح انت عالي حضر اللي اتفقنا عليه، الميعاد الليله. تحت امرك يا فندم. تعالي يا بت. طيب يا بي. اقعدي يا سوري. تسلم يا باشا. هو يعني لا مؤاخذه يعني انتوا هتروحوني يعني ولا هتعلقوني؟ لا مش هنعلقك، هنروحك. بس انت قولي لي ايه اخر الاخبار؟ والنبي يا باشا انت عسل. طيب كده وحنين. انا برتاح قوي لما باجي اتكلم معاك، انت بتكلمني بهدوء. الباشا التاني على طول بيهب فيا كده زي القضا المستعجل، ما بيخلينيش اقول كلمتين على خلاص يا باشا، ما حدش انا اقول لك.
الصراحه يا باشا نفذت كل اللي انت طلبته مني بالحرف الواحد وكله تمام التمام، والراجل اطمني على الاخر. بس انت طبعا يا باشا يعني تفتح مخك معايا كده وتظبطني وتكلمني بالراحه، انا اجيب لك كل حاجه في الدنيا. انا طبعا الموضوع عندي مش موضوع فلوس، انا يهمني اخدمك طبعا بعنايه واعمل لك كل اللي انت عايزه. اه ما دام انت بتعاملني كويس انا اديك. انا بس يا سوريا. ليه بس كده يا باشا؟ لسه كنت بقول عليك حنين وبتكلمني بالراحه. خلاص يا باشا. بص يا سوريا، ماشي، أنا جايبك النهاردة عشان حاجة محددة. ماشي يا باشا، أوامر. النوح بيحضر لشغلانة جديدة. أيوه. الشغلانة دي عبارة عن إيه؟ أيوه. النوح هيجيب شوية أدوية. آه. شوية الأدوية دول هيجيبهم باسم شوية أجزخانات. أيوه. الأدوية دي سامة وخطرة جدا جدا جدا. يا نهار أسود، ومنيل هيسمني؟ كده مش هيسمك لوحدك يا سوريا. كده يبقى ناوي يسمم المصريين كلهم. معلش يا باشا انا غبيه ما افهمش في الحاجات دي، والنبي معلش كلمني بالراحه. طيب بالراحه والنبي. يا باشا ايه يا باشا؟ اديك نسيتيني اللي كنت هقوله لك. ولا يهمك يا باشا، نعيد من الاول. احنا كنا بنقول يعني ان انت طيب. اه خلاص افتكرت افتكرت افتكرت. بصي بقى، كل اللي انا عاوزه اسم اي اجزخانه من الاجزخانات اللي هتروح لها الادويه السامه الخطره جدا دي، ها؟ او اي معلومه عن ميعاد الاستيراد. طب لما اخذ يعني يا باشا، وانا هعرف الحاجات دي ازاي يعني؟ احنا جايبينك هنا سوريا عشان نعرفك هتعرفي الحاجات دي ازاي. ماشي اذا كان كده ماشي. طب انت بقى لازم تظبطني دلوقتي كوبايه شاي كده وشويه سندوتشات كده عشان الواحد جعان برضو. بقول لك ايه يا باشا، والنبي انت حنين وجدع كده وطيب وشك سمح، وانا برتاح لما بتكلم معاك والنبي تضحك. عيال ولاد حرام يا فندينا، خبطوا البنايه وجريوا زي الفيران، محدش لمح حد فيهم. يعني شهود قالوا كلام كتير والحكومه بتحقق. افندينا يا بابا، معقوله كل ده يحصل لفوتنا؟ ما تقوليش انت مش عارف غلاوتها عندي. والله يا ابني اتلهينا، ومن ساعتها ما بتكلم روحها. الحمد لله. طب وهي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله الدكاتره بيطمنونا. ينفع اشوفها؟ طبعا يا ابني. اه الدكتور خرج اهو. طمني يا دكتور. الحمد لله بقت احسن دلوقتي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يوفقك. خميس. هو الدكتور قال ما نتعبكيش، بس انا حابب اطمن عليكي، اطمن على احلى بنت في الدنيا. ممكن تجيب ايدك؟ أنا كده بقيت كويسة الحمد لله، وإن شاء الله كمان هتبقي أحسن. زعلان عشاني ولا صعبان عليك؟ أنا مش عايزك تجهدي نفسك بالكلام، أنا عايزك تعرفي كويس إن ولوتك عندي اللي عملها لا يدفع التمن غالي. حرموش غلموش مرهوش منتوش. الله هاي وحياة امك لو وريكي شغل الحلة حوش بتاعك ده. جرى ايه يا ست شوق؟ مالك واخدنا على الحامي كده وفير على اخر ياختش؟ بتلعبي بيا الكورة من ساعة ما شفتك وانت بتقولي لي كلام ما بيحصلش، اعمل فيكي ايه؟ يا ست شوق الحاجات دي ما تتخدش قفش كده، ده شغل ارواح. بسم الله الرحمن الرحيم. حلهوش مرهوش منتوش. لازم صبر ونيه صافيه. وانا بقى اللي نيتي بني ان شاء الله. يا وليه حرام عليكي، هو انا حلت غير نيه؟ اسم الله عليكي يا حبيبتي، هو في زيك؟ ده انت ست البنات وزنت الستات وتطلعتي لحتي كده. خلاص يبقى ركزي مع ام شويه، راعي ربنا في الحجاب اللي بتعمليهولي، خلي الدنيا تتحرك شويه بدل ما هي واقفه ومحجره كده. يا وليه حرام عليكي، ده انا اطلع لي حب الشباب. خلصيني. حطيتي الحجاب في المكان اللي قلتلك عليه؟ لا ما قدرتش احطه في المكان اللي قلتلي عليه، بس حطيته تحت المخده اللي بينام عليها، بس ما حصلش حاجه ولا بيعبر امي. قوليلي كنت طاهره؟ ما انا طول عمري طاهره يا وليه. خلاص هتلاقيه جاي للجالي ومتكعبل في عتبتك.
متكعبل ازاي؟ بقول لك بيعدي قدام باب الاوضه وكاني هوا. تقولي لي يتكعبل؟ هطلع له في الضلمه يعني ويحط له قلب طوب علشان يتكعبل على وشه؟ انت هتجنيني. اهدي بس واسمعيني. ما انت اللي بتقولي كلام يفور الدم يا حنطومه. ده اختبار من فوق ولازم تبقى هده وتكني في اوضتك واستني. هتلاقيه جاي لك مخبط على باب اوضتك مقدم لك فروض الولاء والطاعه. وبادعي لي اوعي تنسي الاسم حنطومه سقسقه عشان الدعوه تجوز. هات الكوز وسيب العجوز، هات الصغير اللي محير. اوعى وحياه امك لو ما حصل الكلام اللي انت بتقوليه ده اللي هكون مبلغه عنك بنفسي. عارفه ده انا اللي هسلمك بايديا دول، وساعتها بقى بيوريني الكوز بتاعك ده هيعمل لك ايه. وفطره بفطره بقى. الله حي. ما تخلي مراتك تسيبها من حدوده حنتومه دي، دوليه نصابه واكله بعقلها حلاوه. هي بتفك عن نفسها شويه يا حاجه، انت عارفه انها مقطوعه وملاش حد يطل عليها ولا ياخد حسها غير حنتوم. مالك يا اخويا بقالك مده كده مش عاجبني؟ سهلت عليك العافيه يا حاجه. لا انا حلو، طمني كويس. اوعى تكون اتكدرت من الكلام اللي قلته قدام النوح. انا مش قصدي صغارك، لكن عايز اكبر خميس. ما تفرقش يا حاجه، كله محصل بعضه. تبقى انت زعلان من كده. او هزعل من ايه؟ الله، ما هي دي الحقيقه يا حاجه. خميس هو المعلم، محدش يقدر ينكر. وهي بانت يوم ما سابنا بقينا في النازل وانا ما قدرش اسد مكانه. ظهر ان انا كبرت وما بقتش حامل السوق. ما تقولش كده يا ابو سنه. ما اقولش كده ليه؟ الله، ما هي دي الحقيقه. هننكر؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. وبعدين يعني احنا هناخد زماننا وزمان غيرنا يا حاجه، ده يبقى طمع حتى. ربنا يخلي لنا خميس ويبارك لنا فيه. ويخليك يا اخويا، خليك مع خميس. خميس من غيرك ظهره عريان وصدره مكشوف، اوعى تخلى بيه في يوم من الايام يا ابو سنة. خليك في ظهر خميس علشان نرجع اللي فاتنا ونرجع تاني سياد السوق. البدل دي كلها تلميها وتحطيها في اي مخزن ولو انها غاليه عليا، بس خلاص ما بقاش ليها لزوم. بنت يابيسه مالك مسهمه كده ليه؟ عايزاني اعمل ايه يعني يا ابله؟ تفرحي لي يا عيون قبلتك بدل ما انت قلبه خلقتك كده. ربنا اعلم انا فرحانه لك قد ايه. ما هو باين على وش امك. صعبان عليا يا قبلتي شغلي معاكي، هرجع تاني اتبهدل واتمرمط في ايد اللي يسوى واللي ما يسواش واللي تصفر لي واللي تزرق لي، وانا ماليش غير ربنا وانت. يا بنت لو باقي عليا سيبك من الكار وتعالي اقعدي معايا في بيتي خميس، اهو منك تساعديني ومنك ترتاحي من الهم ده. ده كارنا يا قبلتي ومعرفش غيره. يا عبيطه هفشف ايه يعني؟ مرمطت الزباين وهلفطت السكاره وبلاوي الليل. الست مننا تتمنى ايه غير بيتي يلمها ويحميها من كلاب السكك اللي عايزه تنهش لحمها. ده مقدر يا قبلتي ونصيب ومكتوب على الجبين. المكتوب عمره ما كان حاجه وحشه، اي حاجه وحشه بتحصل لنا احنا اللي بنروح لها برجلينا. يا بنتي ده ما فيش اطيب واحن على الغلابه اللي زينا من ربنا. يلا يا بيسه يلا اختاري لي احلى فستان فيهم عشان اروح بيه الحفله مع سي خميس. حفله؟ حفله مين؟ ناس كبار قوي. وخميس قال لي هخش انا وهو دراعي في دراعه، وهيكون اول اعلان لجوازنا قدام الناس كلها، واول خطوه ليا على سلم العز وراحه البيت. قد كده انت فرحانه بجوازك من سي خميس؟ فرحانه بس، ده انا حاسه ان الدنيا مش سايعاني من الفرح، كاني بتولد من جديد، واخيرا بقى ليا اهل بعد ما عشت وحدانيه، وكنت هروح في طيس ولا حد كان هيزعل عليا. ويا سلام بقى على حته عيل اشيله في بطني 9 شهور واشوفه كده بيكبر قصاد عيني واحس ان اخيرا بقى ليا حس في الدنيا. ربنا يسعدك يا ستي وعقبالي يا رب. عقبالي ياكش يكون جمعه بلاش خميس. مدام كرامه، العصبيه عمرها ما كانت حل لاي مشكله. اللي عندك ده حاله نفسيه مؤقته، واحنا خلاص حلولها قربنا منها. أنا حاسس وعارف إنك تعبتي، لكن صدقيني رجوع صوتك ده مش مرتبط بحالة معينة، ده بس عايز شوية تمرين وإرادة منك. تاني هنرجع لموضوع الخلفة ده. خلي أملك في ربنا كبير، ما أنا قلتلك مش وقته. وبعدين أنت مستعجلة على إيه؟ أنت لسه صغيرة.
جوزك؟ مش فاهم ماله؟ ما انت لازم تصرحيني يا مدام كرامة. يعني ايه مش حاسة بنفسك انك ست؟ انت مش ناقصك اي حاجة، لازم هو يفهم كده. ومسألة صوتك دي قلتلك دي حالة نفسية مؤقتة وهتزول. إذا كان هو اللي ضغط عليكي بالشكل دوت، يا ريت تبعتيهولي هنا العيادة أقعد معاه وأفهمه. خلاص بلاش. بس عايز أسألك سؤال، العلاقة الزوجية يعني العلاقة الخاصة بينكم طبيعية ولا؟ مفيش كسوف بين المريض والدكتور بتاعه؟ لازم أعرف عشان أعرف أعالجك. يعني إيه؟ مشغول ولا مش عايز؟ يعني إيه مخنوق منك بسبب إشاراتك ديت؟ دي مش إشارات صم وبكم، دي مجرد علامات عشان تتواصلي بيها مع اللي حواليك. مدام كرامة لازم تعرفي إنتي مش خارصة، انت عندك مشكلة نفسية مش أكتر وهتزول. أكيد في أمل طالما ربنا موجود، بس المهم إن انت تساعديني. اهدي اهدي يا مدام كرامة عشان نكمل الجلسة. شفاعة هو المسؤول عن توزيع البضاعة دي، ومش عاوز اي غلطه المره دي. كفايه قوي ان احنا خسرنا واحد من اهم رجالتنا. وقبل ما ندعي لاي واحد فيكو هنكون قاريين عليه الفاتحه، يعني المره دي الغلطه بقبض روح. انا بس اسف لك يا حاج، وبحقي نفسي ليك قدام الرجاله دي كلها. شفاعة امر كبير، براحة ما تحت ايدك. انت بتقول ايه يا حاج؟ يعني واحد من صبيانك لو طاعك اديله الامان، لو خلف دمه حلال. يا كبير خلص الكلام. يلا رجالة ربنا معاكم. حصل يا كبير. بقول لك يا شوق، انا في فكره كده بفكر فيها بقالي مده وشايف انها هتريحنا قوي. فكره ايه دي اللي هتريحنا؟ بقول يعني ايه رايك لو ايه يا راجل؟ ما تنط. يعني لو خدنا لنا بيت لوحدنا بعيد عن هنا. ايه ليه؟ ازاي؟ هما مش بيقولوا شيل ده من ده يرتاح ده عنده؟ او على الاقل انت تريحي دماغك من ضاويه وانا برضو دماغي ترتاح. ما ينفعش، مستحيل. ليه بس؟ وشك قلب ليه؟ واحده في مكانك كان زمانها هتفرح، مش تقول لي لا ما ينفعش ومستحيل. عايزني اخليك تتفرط في حقك؟ عايزني اخليك تفرط في البيت اللي بنيته معاهم كتف بكتف، الحمل اللي شايله على ظهرك بقالك سنين، حتى وابنها المحروس في السجن. ده انا بحبك وقلبي عليك. شو في حاجات كتير انت لسه مش فاهماها. خلاص فهمها لي، مش انا شريكتك؟ فهمني. والمثل بيقول القفه اللي بودنين يشيلوها اتنين. ده انا كتفي بكتفك، ولو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي واحده تحبك قدي. بس انت اطمن لي، اديني سرك. مش وقته شو، مش وقته. Sigh.
أبو سنة. كنت مسلم لها خدك ليه؟ مرتك جابشة في البيت وبتقول خايف على مصلحتك، ضاوية كل يوم تربيك شمالها زي الصفر يا مالوش عازة، وتقول ده عهد بصبنا عليه. كل خطوة بيخطيها خميس في السوق لازم توقع على رقبتك وارجع اقول لي انسى يا خال، انسى. انسى ايه ولا ايه يا فندينا؟ انسى ايه يا ابن اختي؟ والمعلم ابو سنة مال؟ الله اعلم، وكل واحد اضرب حاله. اكيد الست شوق ورا اللي هو فيه ده، اصلها بصراحة صغيرة عليه ولا مؤاخذة عافية، وهو يعني مطني. اتسطلت ولا ايه؟ خفت عوم؟ ها هو يا زوز ما اعرفش الواحد يتفك معاك بكلمتين ابدا. عايز تتفك؟ عندك الزريبه. ها هي وصلت للزريبه؟ هات يا اخويا نفس، هات هات. عايز تاكل عيش تخرس خالص. يعني اخوك اختلف مع السواق التاكسي على الاجره ام قتله؟ بسيط بسيط. بسيطه ازاي يا ميدو؟ ده فيها اعدام. احكي لي كده، هو قتله ازاي بالظبط؟ سحلوا من العربيه لحد وجد ناس حبايبنا، وفي وسط الضرب راح غزوا بمطوه، جت الحكومه راحت ماسكاه. وخدوا المطوه؟ لا، عايل من الورشه راح مسلكها بالحكومه من الطب. هو اصحاب الورشه دول حبايبكم قوي يعني؟ ناس حبايبنا قوي ورجاله قوي، وتلاقيهم في وقت الزنقه. خلاص. يبقى تاهتوا لانها شقيق. ازاي يا متر؟ احنا نعمل ورقه بتاريخ قديم ان الورشه دي ملك اخوك. حلو؟ حلو. ونشوف حكايه ثانيه بقى غير حكايه الاجره اللي بين اخوك والقتيل دي، حكايه فيها فلوس برضه. المهم يكون في سبب ان الراجل ده يروح على الورشه برجليه، ورشه اخوك، ونجيب شهود يشهدوا على كده. ودي بسيطه. حلو؟ حلو. ساعتها بقى يبقى الراجل طب على اخوك في ورشته، اختلف معاه على الفلوس، اتهجم عليه، تقوم القضيه تتقلب من قتل عمد لدفاع عن النفس، وبكده ينفد اخوك من الاعدام وتأبي جنى الاكرام. حلو؟ يا ابن الايه يا متر، ده انت اللي حلو، ابوسك. لا لا، تبوس ايه؟ كده الناس تقول علينا كلام مش حلو. ايه ده ايه ده؟ معقولة؟ في ايه يا متر؟ لا لا مفيش، شوية ابقى ارجع لك. من باب الاحتياط حاسب على المشاريع. معقول ده؟ انا قلت تلاقي الصنف مضروب ولا حاجة. معلم ابو سنة بدران الشواف خدامك. Oh!
زمان لما كان ابويا يتخانق مع امي كان يسيب لها البيت وياخدني في ايده وينزل على اقرب خماره واقعد يشرب والاخر يبص لي يقول لي الدوق، اقول له ويدوقني. اب ديمقراطي بصحيح. لا ديمقراطي ايه، ده كان تعليمه على قده يعني. واحنا مروحين كان يشتري باكو نعناع ويقعد يحشر في بقي عشان الريحة ما تبانش، وأمي تسمار ما نروح البيت. أصل أمي دي كانت إيه، كانت شديدة أوي أوي أوي، بس هو اللي كان حادف شمالي، الزهر كان طالع لي ولا إيه. طب ما تنزل لي يا معلم، ده مهما كان أبوك برضه. ما طلعش شمال ليه؟ إذا كان كل أصحابه كانوا شمال هو يطلع يمين. أول قرش حشيش دخل بيتنا هو اللي جاب اجل امي لما شافته في جيبه. ما كانش قادر يخبيه في حته من الداريه شويه عن كده؟ وما ماتت حزنت عليها قوي قوي، وقعدت اعيط بحرقه لحد ما جت ضوي اختي وضربتني اول الم في حياتي. قالت لي سد خشمك، بطل عيط، ما تبكيش، بكى للحريم بس. طول عمرها جديده شديدة وقلبها ناشف، لقيتني ريح ولا إلها حزن. لا يا لعو إيه، خليه مسطور أو مسطول. حلو. كنت بتفتح كل يوم مش عارف انا تقط مني انا مش انا انا تقط ايه ده اثبت انت مين يا خميس؟ ايه خميس، انت عارفني؟ الله، انت خميس عرفت تقوم تسرقني يعني ولا ايه؟ اسرقك ايه؟ بس شيل الطبانجة دي الاول. طبانجة؟ يا طالما دي طبانجة بقى يبقى انت الخال. امال انا بقول لك ايه من صغري؟ ده انت مسطول كنافة. انت شكران طينة. مش يعني يا جدع بالراحة، وطي صوتك. حطي صوتك، حطي صوتك. انت بتعمل ايه ده؟ استنى بقالي ساعة بفتح الباب مش عايز يفتح، مفتاح بان عليه بايظ ولا ايه؟ بايظ؟ ده انت مش شايف. ده انا فتحنا كده. افتح يا عم. خال ضايع، أول مرة أشوف خال فضيحة كده. إيه ده؟ إيه؟ أنت بتفتح بالسيجارة؟ معلش، يبقى أنا شربت المفتاح. انا قلت ايه كده ليه؟ انت مش شايف حاجه. ولع ولع. ايه ده؟ ايه ده؟ الباب مفتوح. يبقى يلا ندخل بقى. طب يلا يا ساتر يا ساتر. بس بقول لك ايه، وشوش بقى احسن من الضوئه تصحى وتعمل لنا فيها المعلمه بجد. اسد يا حبيبي، سيب يا عم. اقول لك ايه بقى، تيجي نقلع الجزم ليه؟ عشان الصوت. صح صح. انا راح.
على خير. الحرب قامت ولا ايه؟ حاجة يا حاجة اصحي 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 يا حاجة اصحي. شرابية في ايه؟ الحق يا حاجة في نصيبة. مصيبة ايه؟ وانا نايمة سمعت صوت، طلعت بره اشوف ايه، ما لقيتش حاجة. انت يا ولية اتخبلتي. اسمعيني للاخر يا حاجة، في نصيبة مصيبة. مصيبة ايه؟ خلصيني. جيت اخش اوضتي سمعت رجل بره، قمت مسحابة اشوف في ايه، لقيت يا لهوي يا لهوي يا وليه انطقي ما تجننينيش. المعلم ابو سنه واقف قدام الاوض بيتلفت يمين وشمال، وقام داخل على الاوضه وفيها ايه؟ راجل وداخل اوضته بالليل. ما هو ما دخلش اوضته. ما اوضه مين؟ خش اوضه افندينا. افندينا فين؟ انت في اوضتي في سريري، ولو ركزت معايا شويه ممكن تبقى في حضني. يخرب بيتك، يا بنت هتودينا في داهيه. يا راجل وطي صوتك شويه، حد هيسمعنا. يخرب بيتك، يا بنت هتودينا في داهيه. لا يا اخويا، هو انا اللي كنت خدتك من ايدك ودخلتك اوضتي؟ انت ضيفي النهارده وانا كريمه قوي مع ضيوفي واحب اظبطهم. يا بنت تهدي، بدل ما اسكعك ألم انزلك طقم سنانك. يا رب. طب جرب تعملها كده يا بنت. اهمدي اهمدي بقى، اهمدي يا ولية شويه. ما انا همدانه، هو انت شايفني بقطع في شعري ولا بحطه في السجاده؟ انا لازم افهم، انا ايه اللي جابني هنا؟ هندومه. هندومك ده ايه؟ لا هندومك انت. ده هند امك. هند امي هند ابويا. يا ود انت قمر من قريب. الله 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 الله. ما تيجي تبص على نفسك في المراية. ابص على نفسي في المراية ليه؟ وانا جاي اتعرف على نفسي هنا؟ ما تجيب بوسه. بوستي بوستي يا بنت هتودينا في ده. يا اوعي يا راجل استنى، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ حمام ايه؟ وانا شرفتني ليه ده الحمام؟ اوعي يا بنت. طب استنى والنبي شوية. اوعي يا بنت. يا لهوي، ايه صوت الهبد ده؟ ياك تكون وقعت على رقبتها واتكسرت. امين يا رب تتكسر رقبتها يا رب. حاجه اروح اشوف ايه اللي بيحصل. اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزاها تشوف جوزها مع كرامه تعمل لنا فضيحه؟ ده عايزه جنازه وتشبح فيها لط. تعالي خبطي هنا لما نشوف البلوه التانية. بس انا خايفه يا حاجه اخبط سي خميس يجي يعملها لي مصيبه. خبطي وخلصيني بس بشويش. حاضر يا حاجه حاضر. ده خبط يا وليه؟ انت بتوشوشي الباب يا حاجه. ما انت اللي بتقولي لي خبطي بشويش. بس مش للدرجه دي، اذا كنت انا مش سامعاكي خبطي عدل بس بالراحه. حاضر حاضر. طب تعمل ايه هنا يا ابو سن؟ ضاويه؟ ايه ده؟ انا بحلم ولا ايه يا جدعان؟
وطي صوتك، مش عايزه فضايح. انت تتخرسي خالص. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ما انتش خارج من الاوضه، ولو خرجت هصوت والم الناس عليك واقول انك تهجمت عليا. انت يا بنت المفتاح. مش جايبه المفتاح. هات المفتاح. وطي صوتك، عيب هيسمعونا بره. هو انا زهقت دلوقتي. عايز تطلع من الاوضه؟ مد ايدك وخد المفتاح. ايه يا بنت الشغل القديم ده؟ انت بنت المفتاح بدل ما تكسر الباب. اموت في العنف. بقول لك ايه؟ لو كسرت الباب هم هيسمعونا بره، ولو سمعونا هضطر احكي لهم على اللي حصل. هو حصل ايه؟ داخل تتسحب عليا اوضتي وانا لوحدي واخده راحتي ولابسه عريان والاوضه فاضيه علينا والسرير مغري. الله 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 الله. والفرشه دافيه. ايه ده؟ والشيطان ما بيصدق كل ده وما حصلش حاجه. انت يا بنت المفتاح اسمعك كلام، انت جننت رسمي. انت لسه مش عارف انت فين؟ انا كنت نايم في اوضتي، ايه اللي جابني هنا؟ يا معلم انت جاي من بره على هنا وانا شايفاك بعناية. انا كبرت وخرفت مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاجة؟ احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس؟